اهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدد جديد من الحصاد اليوم 10 جوان 2021. الوضع السياسي العام، عدم ختم رئيس الجمهوريه لمشروع تنقيح المحكمه الدستوريه، ملف او بتينده مكافحه الفساد، حقيقه التهديدات اللي تعرض لها الاستاذ راشد الغنوشي، الاعتداء الامني على مواطن في منطقه السجومي. هذه مواضيع الجزء الثاني من الحصاد. لكن في الجزء الأول باش نرجعوا على موضوع مياه الشرب، فمع ارتفاع درجات الحرارة تزداد معاناة المواطن اللي يلقى روحه في مواجهة دائمة تقريبا مع اضطراب في توزيع المياه. إذا كان ما نقولوش انقطاع بمدد متفاوتة، هل هناك أزمة مياه في تونس؟ وإذا توجدت هذه الأزمة شنو أسبابها؟ وما هي استعدادات السناد لموسم ذروة الاستهلاك؟ هل أن ضعف التساقطات هي سبب الشح المائي؟ أم عدم وجود استراتيجية أمنية للتصرف في الموارد المائية هي أحد الأسباب الرئيسية لهذا الشح أو الفقر المائي؟ شرفني باش يكون معايا الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه السيد مصباح للاليسي. مصباح، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك، وتحياتي ليك وتحياتي للسادة المشاهدين. مرحبا بك. في البداية نرجع على التقرير التالي على أهم الإشكاليات، إشكاليات المطروحة في قطاع المياه، ثم لنعود. تفضل. بسبب ندرة المياه وتذبذب كمياتها من سنة لأخرى، تعاني أغلب المناطق التونسية نقصاً فادحاً في هذه المادة الاستراتيجية، مما أثر على تزود المواطنين بها. ومع المتغيرات المناخية التي تعيشها تونس، تتعمق أزمة المياه سنوياً، خاصة مع حلول فصل الصيف في بلد يرزح تحت خط الفقر المائي. عديدة هي الأسباب التي تزيد من قتامة واقع نقص المياه ومعاناة عديد المناطق من العطش، على غرار عمليات التخريب والسرقة للتجهيزات الخاصة بشبكات المياه، آخرها ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من تعرض معدات بمحطة الضخ بسيدي أحمد الجديد بولاية باجة لعمليات تخريب وسرقة فجر اليوم، مما انجر عنه انقطاع للمياه بمدينة تستور وضواحيها. من جهة أخرى، قطع سكان منطقة جندوبة الشمالية الأسبوع الماضي الطريق الجهوية رقم 59 احتجاجا على حالة العطش التي يعيشونها بعد انخفاض منسوب مياه عين الخراريب الطبيعية التي يتزودون منها. وقد أكد المحتجون أن السلطة المركزية والجهوية والمحلية تجاهلت مطالبهم بتزويدهم بالماء الصالح للشرب عبر مشروع المحاور الكبرى الذي تمر قنواته عبر أراضيهم على مسافة بضعة أمتار من محل سكنهم. مشكل آخر تواجهه تونس مع ندرة المياه، وهي الاستنزاف الحاد للطبقات الجوفية المائية نتيجة غياب الحوكمة وحسن الاستغلال، مما أجهد المائدة المائية خاصة بمناطق الوسط والجنوب. وفي هذا الصدد عانت بعض مناطق ولاية قبلي منذ بداية الشهر الحالي انقطاعات متكررة للمياه، حيث أرجع المدير الجهوي لاستغلال وتوزيع المياه بالجنوب الإشكال إلى الإفراط في استغلال المائدة المائية بالجهة، ينضاف إليها كثرة الأعطاب نتيجة قدم تجهيزات شبكة التوزيع. بلغة الأرقام، سجل المرصد التونسي للمياه خلال السنة الماضية حوالي 1000 تبليغ عن مشاكل مرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب في جميع الولايات، تنوعت بين حرمان المواطنين من المياه والتلوث وتبليغات عن تسرب مياه دام أكثر من 3 أيام بدون تدخل شركة السوناد. وبالعودة إلى الخارطة الجغرافية للعطش في تونس، ووفق المرصد التونسي للمياه، حصدت ولايتا قفصة والقيروان للسنة الخامسة على التوالي أعلى نسب انقطاع مياه، تليهما تباعا ولايات صفاقس وبن عروس وبن زرت. ومن هذا المنطلق يسعى المشرع التونسي إلى صياغة مجلة جديدة للمياه تعوض المجلة القديمة، وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي تعيشها تونس مناخيا وديمغرافيا وسلوكيا حسب الجهات والمجتمعات، وتعمل على تعبئة الموارد الموجودة وحسن التصرف فيها ودعمها بروافد جديدة على غرار عمليات التحلية ورسكلة المياه المستعملة. سي مصباح، كيف كل صيف تقريبا تتجدد الانقطاعات نتاع الماء، كل صيف نشوفوا بعض الاحتجاجات في عديد المناطق بسبب فقدانهم للماء الصالح للشراب، السناد شنو هي الاستعداد نتاعها لذروه الاستهلاك في هذا الفصل؟ شوف، احنا كما تعرفوا في التقرير ورد معناها الوضعيه المائيه في بلادنا، احنا في بلاد موجودين تحت خط الشح المائي، احنا من ضمن البلدان اللي تحت التأثير المباشر للتغيرات المناخية. كما تراو قبل ما نتعداو الاستعدادات، أنا بدي نعطي بعض الأرقام على
الوضع المائي السنة قبل ما نبدأ الصيف. احنا كما تعرفوا دائما نقارنوا معناها المواسم. احنا كي نرجعوا مثلا المخزون السدود، ناخذوا مخزون السدود في نفس اليوم من سنة 2019-2020 و2021، نراو اللي تقريبا في 2019 في نفس اليوم يوم 8 اللي هو افونتيير، يعني مخزون السدود كان يمثل تقريبا 79.5% من طاقة الخزن تاع السدود. في نفس اليوم من سنة 2020 المخزون يمثل 59% فقط. السنة 2021 ما يمثل كان 46% من طاقة الخزن في السدود هذه. علاش؟ لأنه هالشح في التساقطات الأمطار، وإحنا تقريب في سنة جافة أخرى بعد 2020-2021، يعني عامين من الجفاف، هذه أثر مباشرة على الموارد المائية متاعنا وعلى بالفعل التزود بالماء الصالح للشرب وكذلك الري. احنا الاستعدادات متاعنا إجابة على سؤالك. سمحني سي مصباح، خليني نعقب على كلامك. هو الأرقام اللي أعطيتها أرقام مهمة جدا. كي نحكيه على معدل التساقطات، تقريبا احنا عندنا في تونس تقريبا 230 ملم تقريبا، وكميه التساقطات تقريبا توصل ل 36 مليار، لا يقع استغلال تقريبا الا 1.5 مليار او 1.9 مليار من المتر مكعب من هذه التساقطات، يعني بنسبه تقريبا قال المرصد الوطني للمياه ان لا معنا تتراوح بين 5 و7%، يعني بقيه المياه الكل تقريبا ماشيه يا اما للبحر يا اما يعني مهدوره بقيه. لا هو الكميات في الحقيقه هو مهدوره، لا ماهيش مهدوره، لأنه المياه تساقطات الأمطار هناك كميات لازمة للسباخ وغيرها للأمور معناها المحيط وغيره، هناك كميات كبيرة من الأمطار لازمة للزراعات المطرية لغيرها، هناك كميات أخرى تستعمل في معناها في النشاط العادي في المناطق كلها، معناها ماهيش الكل باش توقع التعب أمتاعها. لكن نحن اليوم التعب تقريب 4.8 مليار متر مكعب اللي هي متمثل تقريب 95% من الموارد المائية القابلة للتعبئة، لأن الموارد كلها ما هيش قابلة للتعبئة. مثلا أمطار تنزل على المدن تونس ولا سوسة هي أمطار تمشي البحر بطبيعتها، لا يمكن الاستفادة منها. إذن اليوم يلزمنا نتحدث على نسبة التعبئة اللي هي تعتبر مقبولة في تونس وتعتبر يعني باهية. 95% هذا معدل ممتاز، لأنه كي نشوفوا عدد السدود، السدود الكبرى، السدود التلية، يعني البحيرات الجبلية، نلقاو اللي تقريبا مثلا السدود الكبرى ما عادش ثم مواقع لإنشاء سدود، لأنه كما تعرفوا إنشاء سد في مكان يعني لا بد أنه ثم دراسات تبين أنه ثم حوض، يعني الحوض الساكب يكون كافي لتعبئة السد هذا. إذن المشكل ماهوش غادي، هو المشكل في الحقيقة هو توزيع هالأمطار هذه. وقت نقولوا 250 ملم المعدل، متعرف المعدل ما يعطيش حاجة يعني واضحة ودقيقة. احنا كي نشوفوا توزيع هالأمطار هذه على كامل تراب الجمهورية، نلقاو أنه في أقصى الشمال نمشيو من 1300 ملم تقريب في أقصى الشمال إلى 50 ملم في أقصى الجنوب. إذن هذا التوزيع هذا وعدم الانتظام في التوزيع وكذلك عدم انتظام التساقطات الأمطار، هذا يصعب مهمة يعني توزيع المياه وتعبئة المياه وغيرها، وخاصة أنه هذا يتفاقم مع هالظروف المناخية العالمية اللي هي التغيرات المناخية اللي ماهوش كان تونس. احنا تونس نمثل تقريبا موجودين في تقريب الرتبة 30 من 165 دولة اللي هي أكثر الدول معرضة لتأثيرات التغيرات المناخية. إذن اليوم احنا في موقع جغرافي ومناخي صعب، لكن الحلول موجودة، لابد أن نخموا كيفاش نقوم بما هو معناها متاح لتخفيف وطأة التغيرات المناخية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب. التغيرات المناخية نقولوا لابد دونك من استجابتنا ولا تخطيط سياسه مائيه تستجيب لهذه التغيرات المناخيه، على اعتبار انه السياسه المائيه اللي قاعدين نخدموا بها توا تقريبا بازين على السياسه نتاع الستينات والسبعينات. دونك التغيرات المناخيه تخلي ربما السناد ولا الجهات المسؤوله على الماء في تونس انها تغير ايضا من استراتيجيتها استجابه للتغيرات المناخيه اللي كنت تحكي عليها. شوف هو فيما يخص الانجاز في الميدان المياه بصفه عامه، راهو يلزمنا نستعرفوا أنه تونس حققنا ما يشو التكبير في ما يخص يعني البنية الأساسية بالنسبة للمياه. وإحنا كنشوفوا اليوم رغم الصعوبات متاع البلاد متاعنا نوصلوا
إلى الحلول في أغلب المناطق، لكن رغم ذلك ما زال عمل كبير لابد أنه اليوم يعني نكملوه. إحنا اليوم مثلا مناطق أقصى الشمال اللي صعوبات في التضاريس وغيرها، ثم حلول أنه المحاور الكبرى، مشاريع كبرى أنجزت وتنجز حاليا لتأمين التزود بالماء السلع للشرب مثلا في المناطق الريفية اللي هي ذات تضاريس صعبة، ذات يعني طريقة الولوج صعبة والتشتت السكاني وغيره. الوسط متاعنا اللي هو يعني تقريبا يعتمد على الموارد المائية الجوفية حصريا، والجنوب إذا مع يعني الشح في تعبئة هالموارد هذه، وكما تعرفوا نقص الأمطار والتساقطات يعني نقص تعبئة هالموارد المائية الجوفية، وهذا يسبب مع استغلال مفرط وهنا الإشكال واستنزاف هالموارد المائية هذه في الوسط والجنوب، وهنا المشكل يتطرح بصفة مباشرة أنه لا بد أنه تكون ثم استراتيجيات لحل هالإشكالات هذه المرتبطة بطريقة استعمال المياه وحوكمة المياه. لأكثر تحليل معك سي مصباح، خلينا نأخذ فاصل قصير ثم نعود. تفضل. سي مسمح، كنا نحكيه على المخططات ربما نتاع السوناد للتأقلم مع التحولات المناخية، كذلك ربما ثم سؤال آخر يطرح أنه ثم نسبة نتاع هدر بالنسبة للمياه اللي يمشيوا في قنوات النقل المياه، وهي نسبة هامة تقريبا مقارنة بدول أخرى. كي نحكيوا على فرنسا تقريبا المعدل نتاع 5%، احنا تقريبا نوصل معدل الهدر تقريبا يوصل 15% تقريبا حسب التقديرات. شوف الهدر هذا ربما معناها ثم عدم فهم بصفة عامة ما يسمى بالنجاعة الشبكات. هو في الحقيقة نتحدث على نجاعة الشبكات أفضل. علاش؟ لأنه النجاعة مقارنة ب100%، احنا نقول اليوم النجاعة نتاع شبكات التوزيع في تونس هي في حدود 76.2%، اللي هو راهو شو معناها؟ مش معناها اللي باقي الكل ضياع، لا، هناك مياه لازمة لإنتاج المياه، لأنه باش ننتجوا المياه لابد سكون أبيل لي زو دو بروسيس، لابد من مياه لمعالجة المياه، لغسل المرشحات، لغيرها، لغسل القنوات والخزانات وغيرها. هذا الكل يمثل كمية من المياه لازمة لإنتاج وتوزيع المياه. إذن هو اليوم النجاعة المطلوبة في كامل شبكات العالم هو 80% تعتبر نجاعة مقبولة جدا. وأنا نعطي فرنسا، واليوم بالصدفة سألتني على فرنسا، فرنسا 79.6%، احنا في 76.2%، عندنا تقريبا 2 ولا 3%، بالرغم أنه الإمكانيات المتاحة لهم والامكانيات المتاحه. شنو معناها الامكانيات المتاحه؟ هي يعني سعر خدمات المياه، لانه احنا في الحقيقه هو عمليه تجديد الشبكات والمعدات والصيانه وغيرها هي متاتيه من ايرادات بيع الماء. اذا كان سعر الماء ضعيف بالفعل يعني الامكانيات المتاحه للقيام بصيانه والتجديد في الوقت وغيره، هذا بالطبيعه هناك مجهود لا بد من المواصله فيه. لكن اليوم راهو يعتبر يعني يعني نجاعه الشبكات التوزيع بالنسبه للشركه الوطنيه لاستغلال توزيع المياه تعتبر مقبوله، لكن احنا الهدف نتاعنا هو 80% اليوم ان شاء الله نوصلها في بضع سنوات، وهذا نعمل عليه كل يوم تقريب، لانه حتى انه عندنا اداره كامله تعنى بالاقتصاد في الماء والتحكم في الطاقه، لانه اليوم الماء والطاقه كما نعرفوا احنا في ميدان الطاقه احنا اول حريف للشركه التونسيه للكهرباء والغاز، لانه محطات المعالجه، محطة الضخ ونقل المياه من مناطق الى اخرى، هذا يستدعي استعمال الطاقه الكهربائيه، واحنا تقريب اول حريف لدى الشركه التونسيه للكهرباء والغاز. نعم. خلينا نرجع للسؤال الاول على استعدادات الشركه لهذا الموسم، موسم الذروه، قبل ما نجيو للمخططات الاستراتيجيه في السنوات الخمس والعشر القادمه. بالفعل هو في كل سنة تقريب ذأبت الشركة منذ تقريب 30 سنة تقريب كل سنة مع نهاية فترة الصيف اللي هي فترة الذروة مع ارتفاع درجة الحرارة، في شهر سبتمبر تقوم الشركة بتقييم الصائفة الفارطة والاستعداد والصائفة المقبلة، بالقيام ببرمجة عديدة تدخلات على الشبكات، تدخلات لإنجاز أبار جديدة لتدعيم الموارد المائية، تدخلات لتقوية محطات الضخ،
تدخلات كذلك لإصلاح بعض الأعطاب والقيام بصيانة للرفع من القدرة من قدرة هالمعدات هذه. احنا بالنسبة للسنة هذه تقريب الاستعدادات متاعنا متمثلة في تقريب 157 تدخل على كامل تراب الجمهورية حسب المناطق اللي برز فيها بعض الإشكالات في الصيف الفارطة بكلفة تقريب 92 مليون دينار، واحنا تقريب وصلنا 70% من الإنجاز من إنجاز التدخلات هذه، واحنا نأمل أنه مع بداية شهر أوت أو نهاية شهر جويلية نكون وصلنا تقريب لإنجاز ما كان يعني ما كان مبرمج. للأسف السنة كما تعرفوا مع الظروف الصحية للبلاد مع إغلاق الظرفي في بعض الأحيان هذا مثل تعطيل صغير في بعض الحظائر وفي بعض التدخلات، وخلانا ربما معناها يكون ثم نوع من التأخير بالسنة بالنسبة للسنة هذه نظرا للظروف الصحية في البلاد، وكما تعرفوا المقاولات مرات يوقفوا العمل ثم يستأنفوا ثم يوقفوا ثم يستأنفوا، وهذا يمثل في حد ذاته يعني صعوبة بالنسبة للمقاولات المكلفة بالإنجاز وبإنجاز التدخلات هذه. أما إن شاء الله التدخلات هذه باش تخفف من الوطأة متاع أولا وضعية الجفاف اللي عندنا كما قلنا في بداية الحصة، وثانيا ما لازمناش ننساو ارتفاع الاستهلاك والطلب على المياه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. وكل سنة احنا تقريبا الشركة تسجل تقريبا بين 90,000 ومئة ألف حريف جديد كل سنة، يعني هذا ناس جدد يتمتعوا بالماء الصالح من الشرب، لابد أنه توفير الكميات اللازمة للحرفاء الجدد متاع الشركة. هو التوسع الديموغرافي طبيعي يكون بالفعل. في اعتبار التقديرات نتاعكم والخطط نتاعكم بالفعل. التونسي تقريبا مع أنه البلاد تقريبا في منطقة شح مالي يتمتع تقريبا اليوم ب 450 تقريبا متر مكعب من الماء، وقتل تقريبا المعدل العام وما أوصت به منظمة الفاو تقريبا المعدل والمعيار الصحيح هو يزم يكون عنده 1000 متر مكعب من الماء، وفي حدود ربما في السنوات القادمة سنوات حتى 2030 ممكن يهبط ل 370 أو 375 متر كوب. هذا نقوله أنه تقريبا ماشي للعطش معناها سي مصباح. شوف أرقام صحيحة بالفعل، احنا اليوم نعتبره تحت خط الشح المائي اللي هو 500 متر مكعب لكل فرد في السنة، احنا اليوم في 450 متر مكعب، لكن راهو مع موفى سنة 2030 باش نكونوا في 350 فقط متر مكعب، وهذه طاقة يعني مواردنا المتاحة، لكن احنا ماناش ماشيين للعطش. إذا كان نقوموا بتنفيذ ما تم تسطيره وبرمجته، لأنه اليوم احنا عندنا رؤية، احنا عندنا رؤية لابد في مشاريع من مشاريع البنية الأساسية في قطاع المياه وغيره لابد دائما من رؤية تاع 15-20 سنة للاستعداد إلى ارتفاع الطلب على المياه. احنا اليوم كل منطقة تقريبا عندنا ما هو لازم لتفادي العطش رغم هالظروف هذه الصعيبة في المستقبل. أولا عديد المشاريع تم برمجتها فيما يخص تعبئة الموارد المائية التقليدية، ونخص بهذا إنجاز بعض السدود كما سد السعيدة اللي هو سد تقريبا 45 مليون متر مكعب اللي باش يكون على مشارف تونس الكبرى، اللي هي تونس الكبرى يزمنا نعرفه اللي يتمثل تقريبا ربع استهلاك المياه في البلاد، كذلك إنجاز عديد السدود الأخرى للتعديل ولخزن كميات استراتيجية للصيف، وعلى على سبيل المثال سد القلعة الكبرى بالنسبة لمناطق الساحل والقروان وصفاقس، هذا بالنسبة للمناطق كما نعرف وإحنا راه تقريب أغلب المناطق الكبرى للاستهلاك هي موجودة على المناطق الساحلية، وقت نقول الساحلية راه من بنزرت حتى البنقردان يعني سور الليتورال يعني الساحل التونسي كله، وهذا يستدعي عدة مشاريع وإحنا انطلقنا في المشاريع هذه وثم العديد من المشاريع اللي وصلت 60-70% من الإنجاز، وإن شاء الله في ظرف سنتين يكونوا أو ثلاثة يكونوا استكمل لها المشاريع هذه. بالنسبة للمناطق الأخرى الوسط والجنوب اللي كما قلنا ثم شح كبير في المياه، وأنه حتى المياه الجوفية المالحة يعني تم استنزافها اليوم. إذن احنا انطلقنا في برنامج وطني لتحلية المياه، احنا كما تعرفوا نلتجئ لتحلية المياه وقت اللي ما عندناش حلول أخرى، وهذا مكلف تقريبا وهذا مكلف بالفعل، لكن نظرا لعدم وجود حلول أخرى احنا نلتجئ إلى تحلية المياه. واحنا كما تعرفوا الشركة انطلقت في برنامج منذ سنة 1983 تم إنجاز أول محطة لتحلية المياه الجوفية المالحة في قرقنة، ثم انتقلنا فيما بعد في 1999 2000 في جربة في جابس في جرجيس، لكن اليوم راهو
بعد ما معناها تقريبا استنزفت الموارد المائية حتى المالحة منها. احنا انطلقنا الان الى تحلية مياه البحر، وانطلقنا في اول محطة في جزيرة جربة كما تعرفوا في 2018، هي محطة بطاقة انتاج 50,000 متر مكعب في اليوم، واليوم كذلك محطة كبرى اخرى في طور الانجاز في جابس في منطقة الزارات بطاقة انتاج نهائية 100,000 متر مكعب في اليوم كذا، وهذه باش تحل مشاكل الجنوب الشرقي تقريبا جابس مدنين تطاوين، لانه في المناطق هذه العجز المائي هيكلي، يعني اليوم هناك عجز منذ سنوات ولا بد من تغطية العجز هذا بتحلية مياه البحر. كذلك محطة في صفاقس ب 200,000 متر مكعب في اليوم، واللي ان شاء الله تنطلق خلال الصيف هذه، كذلك محطة اخرى في سوسة في طور الانجاز، وهذا الى جانب عديد المحطات الصغرى في داخل البلاد في توزر في قفصة في سيدي بوزيد كذلك في قبلي وفي مدنين في منطقة بن قردان بالتحديد، وهذوما كلهم مشاريع باش بالفعل بعد انجاز هالمشاريع هذه راهو باش نمشيو في اتجاه انه نأمنوا الماء نتاعنا في المستقبل، وان شاء الله ما نمشيوش للسقف الزمني نتاع انجاز سي مصباح. معنا كل هذه المشاريع اللي كنت تحكي عليها في خصوص تحلية مياه البحر، احنا تقريبا جل هالمشاريع هذه باش تنتهي مع سنه 2024 2025. لذلك انا ديما نقول راهي الفتره هذه هناك صعوبات، لكن احنا الحمد لله وصلنا حطينا جل المشاريع المبرمجه على السكه. هذوما وقت اللي نتحدث على المشاريع هذوما راهو التمويلات نتاعهم موجود وانطلقنا في الاشغال، ويعني لابد من انجاز هالمشاريع هذه في الاجال نتاعها، لكن الى حدود 2024 2025 للبعض راهو باش نستكملوه ان شاء الله. مشروع الزارات كنت نسمع به وانا في جابس منذ 2016 تنتهي الاشغال نتاعو، وكانوا الاستيماسيون وقتها في 2016 يبدا في التشغيل، لكن هاي اليوم في 2021 وتقريبا ما زالت المحطه. احنا للاسف ما نجموش نبداو الاشغال والتمويل ما فماش. احنا صححنا التمويل في بدايه 2018، يعني كما تعرفوا المشاريع هذه مشاريع كبرى، لابد من دراسات، لابد من عرضها على الممولين والشركاء نتاعنا التقليديين، لكن لابد من امضاء عقود يعني القروض لتمويل هالمشاريع هذه. بالعكس هو مشروع الزارات يعتبر انطلق معناها في اجال استثنائيه، وقاعد الاشغال على قدم وساق وقاعد تقدم وما فيش تعطيل كبير، لانه تو نجيو التعطيل بعض المشاريع إذا كان عندنا حيز من الوقت نتحدث عليها. راهو اليوم بالنسبة مشروع الزارات إن شاء الله مشروع وصل تقريبا 60 أو 65% من الإنجاز، وإن شاء الله قبل الصيف المقبل إن شاء الله يكون دخل حيز الاستغلال ويخفف المشكل ويحل المشكل نهائيا لأهالينا في الجنوب الشرقي. إن شاء الله معناها ما عادش نشوفوا هالإشكالات اليوم اللي هي كما قلت لك راهو عجز هيكلي منذ سنوات ماهوش من اليوم تقريبا 12 سنة. سي مصباح حكيت على موضوع التفاوت ما بين الشمال والجنوب والوسط في توزيع المياه، شنو عملتوا أنتم بالنسبة لكم أنتم حتى تداركوا هالنقص؟ كيفاش عملتوا عملية نقل المياه مثلا من الشمال إلى الوسط، وشو عملتوا في الجنوب اللي يعاني من شح مياه كبير خاصة مع دخول بعض الواحات الكبيرة في قبلي وتوزر في اللي تستهلك في كميات كبيرة من الماء، ولا المياه الجوفية تقريبا استنزفوه؟ نقطة مهمة جدا. احنا صحيح النظرة المستقبلية نتاعنا بالنسبة للشمال بالفعل كي قلت راهو ثم انجازات كبيرة في ميدان المياه منذ تقريبا 50 ولا 60 سنة، منظومة السدود وتحويل المياه بين السدود وربط السدود بعضها ببعض في الشمال، هذا خول لنا باش تكون ثم نوع من المرونة في استعمال المياه، لأنه التساقطات تختلف مرات من جندوبة الباجة البنزرت تختلف، لكن السدود موجودين في المناطق هذه والتعب تختلف. إذن عمل هذا بالنسبة للشمال راهو ربط السدود بعضها ببعض كان عنده تأثير كبير، واليوم نحلوا في مشاكلنا بتحويل فائض المياه من بعض المناطق إلى أخرى باش نتجاوزوا الذروة. كذلك بالنسبة للوسط، وإحنا اليوم كما تعرفوا أنا نعطي مثال مثلا براج اليوم براج الهوارب تقريبا فيه صفر شايح، لأنه نقص الأمطار هذا يخلي أنه بعض السدود ما يجيها حتى قطرة ماء. إذن العمل هو على بالفعل على تحويل فائض مياه أقصى الشمال، يعني كمية المياه اللي كانت تمشي للبحر احنا اليوم نقوم بإنجاز هالسدود اللي تحدثت عليها هذوما في القلعة الكبرى وفي السعيدة لتخزين هالكمية تحويل هالفائض هذا من المياه وتخزينه في فصل الشتاء في فصل الأمطار
لاستعماله في فصل الذروة في الصيف. والجنوب كما كنا نتحدثوا الحلول متاعنا ما تنجم تكون إلا بالتحلية، تحلية المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر، وهذا ما عندناش حلول أخرى. إذن انطلقنا في هالبرامج هذوما، وإن شاء الله في ظرف كما قلنا 2024-2025 نكون استكملناهم الكل. يقعد أنا نحب نذكر منطقة قبل اليوم، رغم أنه عندنا 3 محطات لتحلية المياه في قبل، ثم محطة رابعة إن شاء الله باش تنجز في إطار المشروع الوطني لتحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي القسط الثاني، اللي هو مشروع قاعد انطلق منذ سنتين وفيه تقريبا 6 محطات، منهم محطة في قبلي، هو الاستغلال المفرط للمياه. احنا في تقريبا في الجمهورية كلها تقريبا الحفر العشوائي تقريبا وصل تقريبا 30,000 بئر عشوائية في كامل تراب الجمهورية، وهذا استنزاف يعني للموارد واستعمال مفرط، يخلي أنه حتى المياه للصالحة للشرب ثم إشكال في قبلي تقريبا 10,000 بئر عشوائي، هذا أثر على المائدة المائية حتى المستغلة لمياه الشرب وللتحلية. اليوم الأبار ثم هبوط كامل في مستوى الأبار، ثم تملح للأبار، حتى محطات التحلية تم إنجازها، هي تم إنجازها على أساس نوعية معينة من المياه. اليوم نلقاو رواحنا في صعوبات كبيرة من ناحية الكمية، وكذلك مع تملح الموائد المائية للاستغلال المفرط، وإحنا نشوفه في قبلي يعني التوسعات على الواحات وغيرها، وهذا خلى إشكال كبير في قبلي وفي بعض المناطق الأخرى. لذلك أنه اليوم لابد من مزيد من الحوكمة في استعمال هالموارد المائية الجوفية، خاصة الجوفية في مناطق اللي فيها شح مائي، واللي لابد أن تكون هناك مراوحة بين الاستعمال الفلاحي والاستعمال للأغراض الشرب. لابد أنه تم تفكير جدي في المسألة هذه وأخذ قرارات واضحة في اتجاه أنه لأنه مجلة المياه بتاع 75 ومجلة المياه تعطي أولوية قصوى لمياه الشرب، لكن اليوم لابد أنه يتحط هالمسألة هذه. هذا يخليني نطرح سؤال طويل مهم سي مصباح، المعلومات اللي ذكرتها مهمة جدا. تقريبا 80% تقريبا من الموارد المائية ماشية للقطاع الفلاحي، تقريبا 15 أو أقل شوية منها من الموارد هذه ماشية للقطاع الصناعي، دونك شو يقعد لمياه الشرب؟ يقعد كمية قليلة، علاش ما تفكروش باستغلال ربما أو استعمال المياه المستهلكة ومعالجتها للقطاع الفلاحي باش على الأقل تنقص شوية من استعمالات المياه الصالحة للشرب وتمشي تحل ربما بعض المشاكل؟ ما عادش خممتوا في هذا الموضوع؟ بالفعل هو من ضمن وهذا يعني موجود في الاستراتيجيه الوطنيه لتعبئه الموارد المائيه، لانه احنا تعب في المستقبل لابد من مواصله تعبئه الموارد المائيه التقليديه اللي هي السدود والابار العميقه وغيرها، لكن لابد من تعبئه موارد مائيه غير تقليديه اللي هي منها اعاده استعمال المياه، اعاده معالجه المياه المستعمله واستعمالها في بعض الزراعات ولا في تغذية بعض الموائد المائية، وهذا عمل كبير قاعدة تقوم به. ثم دراسات كبيرة في الميدان هذا، لكن اليوم على مستوى الإنجاز ربما ما ثماش معناها تقدم كبير في المجال هذا، لكن ثم نية واستراتيجية كاملة لإعادة معالجة المياه هذه. دراسات جدوى وإلا دراسات معناها لبحث التأثيرات المحتملة المياه هذه، يعني في بالي دول أوروبية قاعدة تخدم به البروسيدير هذا. هو شوف بالفعل دول أوروبية وغيرها في بعض بلدان العالم لا بد من المعالجة، لأنه شروط يعني استعمال المياه المستعملة لا بد من معالجتها بطريقة معينة، ولا بد من استثمارات كبرى للمعالجة الثلاثية وغيرها، لأنه ما نجموش نستعملوا مياه بالفعل هي يعني مستعملة إلا بعد التثبت من الظروف الصحية وغيرها ونوعية المعالجة، وهذا فيه برنامج كامل من ناحية يعني الكلفة، من ناحية كذلك تحويل هالمياه من مناطق إلى أخرى، لأنه في أغلب الأحيان إنتاج المياه المستعملة مثلا لتونس الكبرى لابد من تحويلها لمناطق أخرى بعيدة، وهذا عنده كلفة وعنده كذا. إذن هي مقاربة شاملة لابد أنه تكون دراسات هذه واضحة، لكن ثم رأوا تجارب في تونس وقعت لكن يقعد المستوى صغير بالفعل، معالج تقريبا 260 هيك حسب بالفعل هي كميات ضئيلة، لكن احنا نأمل أنه نمشيو الكميات أكثر، لأنه بالفعل لو يعني نعالج هالمياه المستعملة هذا يخلينا نوفر مياه من المياه التقليدية للاستعمال لمياه الشرب أو لاستعمالات أخرى. فقد تدقيق لبعض الأرقام، اليوم تقريبا 80% هو الاستعمال الفلاحي، عندنا تقريبا 13% الاستعمال المنزلي، 2% الاستعمال السياحي، و5% الاستعمال الصناعي.
هذا تقريب الاستعمالات نتاعنا حسب للمياه للموارد نتاعنا حسب النشاط. مثال في جابس نشوف ديما ثم اتهامات بالأقطاب التكنولوجية ومغسلة الفصفات وخيره وأنهم قاعدين يستعملوا وينهكوا في المائدة المائية وقاعدة تهوك علاش ربما الواحد تاع جابس اليوم اضمحلت ما عدناش نشوفوها. شوف وهذا بسبب الاستهلاك المفرط ربما للمنطقة الصناعية للمياه. شوف هو الاستعمالات تروا الواحة ماهوش السبب الواحد الوحيد هو المياه، ثم الزحف العمراني كما تعرف على أطراف مدينة جابس، وانت تعرف أنه تقريبا الزحف العمراني على الواحات هو تقريبا اللي ينقص أكثر من نقص المياه وغيره. لكن اليوم راهو يقعد ديما معناها الاستعمال الأغراض الفلاحية في جابس تحديدا راهو استعمال كبير، وإحنا حتى في الحامة كما تعرف أنه في اتجاه شط الفجيج والموارد المائية اللي قاعدة تستعمل من شط الفجيج كمية كبرى تمشي للواحة كما العادة. لكن اليوم احنا التجأنا للتحلية فيما يخص الاستعمالات، احنا بيدنا متضررين من الاستعمالات هذه غيرها الصناعية وغيرها، لكن لابد من الصناعة، لابد من الفلاحة، لابد من الماء الصالح للشرب، لكن ثم برامج عدة لحلحلة هالإشكال هذا. بالنسبة لغسل الفوسفات في قفص أو غيره، هو في الحقيقة أغلب استعمالات غسل الفوسفات هي مياه مالحة، يعني مياه ما ذات ملوحة مرتفعة لا يمكن أن تستعمل لا في الفلاحة ولا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المياه الشرب. لكن احنا عندنا برنامج كبير في قفصة لتحلية المياه الجوفية المالحة اللي بالفعل واحنا عندنا تقريبا كم معيار تقريبا سي مصباح يلزم يفوتش 30 ميلي جرام في احنا تقريبا هي كلفة يعني احنا نجم نحلوا مياه البحر اللي هي 35 جرام و37 جرام ونوصلوا حتى ل 40 جرام، لكن هذه كلفة مرتفعة جدا، في حين أنه تحلية المياه الجوفية المالحة يتكلف أقل لأنه تحلية مياه ذات ملوحة 6-7 جرامات 3 إلى حدود 10 جرام في اللتر، هذه يعني الكلفة تكون أقل تقريب دينار و500 للمتر المكعب، بينما تحلية مياه البحر تقريب في حدود 3 دينارات للمتر المكعب. يعني أقل كلفة بالنسبة بالفعل المياه الجوفية المالحة أقل كلفة. بالنسبة لشبكات المياه اليوم تقريبا عمرها تقريبا 30 و40 عام، الأغلب فيها أنه شبكات مياه مهترئة، ما نعرفش انتم خصصتوا ميزانيه خاصه، بس يعني حكيت ايضا على السدود، بل يعني عندي ملاحظه على السدود اليوم ثم بعض السدود تفقد قيمه الخزنه نتاعها او بفعلك الترسبات وعدم الصيانه، البعض من السدود حتى 40% من قيمتها التخزينيه تضيع بفعل عدم الصيانه، هذا ربما يغنينا حتى عن اقامه سدود جديده والتفكير في سدود جديده وقت اللي احنا السدود نتاعنا يعني في مثل هذه الحال. شوف هو في الحقيقه هو النقطه هذه لازم تناولوها بكل دقه، لانه مشكلتنا ماهوش خطر ترسبات في السدود، ثم ترسبات في السدود، لكن اليوم رغم الترسبات احنا عندنا الامتلاء 46%، واحنا تقريبا منذ سنوات تقريبا منذ عقود ما وصلناش ملينا السدود نتاعنا كل. صحيح لا بد من العمل على يعني الحد من الترسبات في السدود، خطر الترسبات لازمه. احنا تو كي نشوفوا اقدم سد في تونس اللي هو سد ملاق، ملاق انتهاء ولا بعد مده معينه راهو سد عنده ديوري دفي، لذلك الان يتم بناء سد ملاق العلوي لتعويض سد ملاق، لانه لكن اليوم راهو ماهيش المشكله في الترسبات، لا بد ان نعمل على التقليص من الترسبات هذه بالعمل على في الحوض الساكب، يعني لابد من مقاومه الانجراف، لابد من اشغال كبيره في المناطق اللي تجيب المياه للسدود للتقليص من الاتربه اللي تجي للسدود. لكن اليوم مشكلتنا احنا السدود ناقصه، لكن ان شاء الله يرحمنا ربي وتجي الامطار ان شاء الله نعبيه اللي عندنا اليوم. البعض يقول أنه القرن 21 هو قرن الماء وقرن حروب الماء، وإحنا نشوفه حتى بحث جيراننا اليوم ثم توترات بسبب تعبئة مياه النيل بين إثيوبيا والسودان ومصر. إحنا زاد عنا مشكلة في الجنوب التونسي اليوم، ثم مشكلة في الخزانة تاع الجنوب اللي تقريبا فيه تقريبا 60 مليار متر مكعب، وأوصت حتى المنظمات الدولية بحسن استغلال هالمورد المائي المهم. أنا نحب أولا أكثر توضيح حول الخزان هذا وشنو نصيب تونس من المياه نتاع الخزان هذا. شوف هي المياه العابرة للحدود، هذه مشكلة موجودة في العالم الكل، وإحنا كما تفضلت سيادتك ثم المشكلة نتاع السودان أثيوبيا ومصر يعني نهر النيل، كذلك في شمال سوريا شمال العراق مع الفرات ودجلة وبناء السدود وغيره، هذه مشكل موجود في العالم الكل. وكما تعرف احنا القرن 21 راهو، إذا كان القرن 20 هو قرن البترول، هو القرن 21 هو قرن الماء،
لأنه بالتغيرات المناخية بالمشاكل اللي ممكن تبرز بعد التقليص متاع التساقطات وغيره والجفاف راهو قرن الماء. إذن احنا بالنسبة نقولوا احنا المياه العابرة للقارات بالنسبة لتونس ما عندناش إشكال، لأنه ما عندناش إشكال لا مع جارتنا الجزائر، لأنه حتى جارتنا الجزائر هناك مياه تصب في الجزائر لكن تجي لتونس، وهناك مياه تصب في تونس وتمشي للجزائر، دونك ما ثمش اشكال وثم اتفاقات في هذا الغرض وثم تناسق كبير وتناغم كبير حتى من ناحيه معناها الفنيين والناس اللي يتصرفوا في المياه في البلدين ما ثم حتى اشكال. بالنسبه للجانب الليبي كيف كيف، احنا المائده هذه سكونابيل اون ناب فوسيل، معناها هي غير متجدده، اولا هي مائده غير متجدده لكن فيها اتفاق كذلك بين الدول اللي تتقاسم هالمائده هذه، واحنا اليوم ما عندناش اشكال في استغلال المائده هذه، لكن كما تعرفوا احنا اعتمادنا الكبير لانه كما قلت هي غير متجدده، لكن من الناحيه الاستراتيجيه لابد ان نخموا ونعتمدوا على حاجه اللي تكون ديرابل، يعني تكون مستدامه. لذلك احنا التجأنا، صحيح قاعدين نستغلوا فيها المائده دي وما ثم حتى حد يمنعنا من استغلالها، ما ثم حتى انا ما تنجمش تكون موضوع توتر ما بين الدول الثلاثه، لانه ثم توقعات اصلا. انا قريت تقرير دولي يحكي على انه امكانيه انه ربما بسبب عدم الاستغلال المتكافى في هذه المائدة، مع أنه 80% تقريبا منها موجودة في الجزائر، 7% في تونس و13 في ليبيا، أنه ربما عدم الاستغلال وعدم الاحترام اتفاقية صارت في تونس تقريبا عام 2008 في خصوص استغلالها ممكن يثير توترات بين الأشقاء الثلاث. أنا أقول اليوم مع تقديري الخاص أنه ما تنجمش تمثل توترات، لأنه دائما ثم حوار وثم تبادل معلومات حتى بين الفنيين في الدول الثلاثة، معنا ما ثماش إشكال كبير وما نتوقعش أني باش تمثل توترات بالنسبة لتونس والجزائر والمغرب احنا أو ليبيا. احنا اليوم نركزوا أكثر على الموارد المائية المستدامة اللي ما فيهاش إشكال، لأنه اليوم كما تعرفوا المائدة هذه ثم انخفاض سنوي متواصل في المستوى متاعها، وإحنا نحبذوا أنه نمشيوا في حلول تكون مندمجة انتجري، يعني نعتمدوا على المائدة هذه، نعتمدوا على التحلية، نعتمدوا على مياه البحر. إذا هذا الكل يخلينا في أريحية أكثر وفي ضمان أكثر للمستقبل من ناحية الأمن المائي متاعنا. في دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حكي على أعطيه جملة من الحلول، من جملة الحلول اللي أعطاها هو اعتماد آلية الماء الذكي. ما نعرفش أنتم مشيتوا في المشروع هذا، أخذتوا بهالتوصية هذه، درستوها، شفتوها؟ شوف احنا كما تعرف في الاستراتيجية متاع الشركة تعتمد على أربعة عناصر كبرى، لأنه اليوم احنا ما نجموش نتصرفوا في قطاع هام وأساسي بالنسبة للبلاد وحياتي من غير ما تكون ثم رؤية. احنا الرؤية متاعنا والاستراتيجية متاعنا تعتمد على أربع عناصر. أولا العنصر الأول هو لا سيكوريزاسيون، تأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وخاصة تأمين المنظومات الكبرى، وهذا المشاريع اللي كنت نذكر فيها من الكل يدخلوا في إطار التأمين، لأنه وقت اللي نأمنوا تبدأ عندنا عدة مصادر للمياه لمنطقة واحدة. نأخذ مثلا المنطقة متاع الجنوب، عندنا مصادر متاع تحلية مياه البحر، وعندنا مصادر الموارد المائية اللي العذبة اللي ما زالت كميات ضئيلة لكن ما زلنا نستعملوا فيها، وكذلك المياه الجوفية المالحة اللي نقوموا بالتحلية متاعها. إذن العنصر الأول هو تأمين هالمنظومات الكبرى. اثنين احنا قلنا الهدف الثاني متاعنا هو تأمين يعني انتقال طاقي، يعني انتقال طاقي عادي ومفيد، لا ترانزيسيون انرجيتيك، خاطر احنا اليوم ما نجموش نحكيوا على الماء من غير الطاقة، من غير الكهرباء، لأنه من غير كهرباء لا نجموا نعملوا عملية الضخ من الآبار، لا نجموا نعملوا عملية المعالجة، لا نقل المياه من جهة أخرى ولا التحلية. ثلاثة، وقت نتحدثوا على الانتقال الطاقي، نتحدثوا على أولا النجاعة الطاقية، ونتحدثوا على استعمال الطاقات المتجددة، وإحنا تقريبا أول مؤسسة في البلاد اللي قمنا بإنجاز محطة لتحلية المياه الجوفية المالحة في بنقردان تعتمد على الطاقة الشمسية، واللي هي اليوم تخدم ومعناه وتأمن في جزء من حاجيات بنقردان من المياه. العنصر الثالث هو يعني التحكم في الطلب. احنا تو سنوات قاعدين ندير العرض، لكن اليوم لابد انه نتحكم على الطلب من حيث الترشيد الاستهلاك والاقتصاد في الماء وغيره. والعنصر الرابع اللي سيادتك جبت عليه هو الانتقال الرقمي،
لا ترانسفورماسيون ديجيتال. في الاطار هذا تدخل الشبكات الذكيه، لان الترانسفورماسيون ديجيتال اليوم شنو اليوم تكنولوجيات المعلومات وغيرها يعني ولت متاحه للناس الكل تقريبا، انترنت الاشياء ولا متاح للناس الكل. لذلك احنا انطلقنا اليوم في برنامج كبير نتاع شبكات ذكيه، منها العداد الذكي. احنا نقوم بتجربه توا في جربه في تجربه نموذجيه لاستعمال عدادات ذكيه. العدادات هذه باش تمكن تركيزها في المنازل، في السدود، في قنوات الري، في المنازل. اليوم حبينا نشوفوا مع الحرفاء نتاعنا، مع بعض الحرفاء نحبوا نشوفوا العداد الذكي شنو باش يعمل. باش يعطي للمواطن امكانيه المتابعه نتاع الاستهلاك نتاعو، امكانيه تعديل الاستهلاك، امكانيه التحكم في العداد نتاعو حتى ماهوش في البيت نتاعو. اذا انطلقنا في تجارب نموذجيه. كذلك من ناحيه التحكم في الشبكات الكبرى والمنظومات الكبرى، اليوم نتحكموا فيها اليا. انا اليوم من التليفون نتاعي نجم نعرف شنو قاعد يقع في 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 مدنين، في في الخزانات، مستوى الخزانات، طريقه تشغيل المعدات، المضخه الفلانيه تخدم ولا كذلك في الساحل. يعني المنظومات كلها اليوم تقريبا تحكموا فيها آليا، وهذا ما يسمى يعني الشبكات الذكية. كذلك من ناحية يعني المنظومة المعلوماتية الجغرافية، احنا تقريبا ركزنا اليوم منظومة معلوماتية جغرافية لكامل الشبكات متاعنا. 56 ألف كيلومتر من القنوات في كامل تراب الجمهورية هي اليوم مخزنة في يعني دي باز دوني جيوغرافيك اللي نجم نصرفه في كل لحظة في كل نقطة، نعرفوا شنو عنا من معدات، من قنوات، مثلا عمر القنوات، نوعيتها، في أي مكان في تونس الكبرى ندخلوا النهج الفلاني، المغيرة نجم ندخلوا المغيرة نشوفوا شنو عندنا. دونك هذا الكل يدخل في إطار الشبكات الذكية، اللي هو ما نجموش في المستقبل ما نعتمدوش هالتكنولوجيا هذه باش نواكبوا التطور، لأنه هذا يعني خدمة أساسية للمواطنين. والمواطن اليوم قاعد تقريبا يستعمل كل التكنولوجيات اليوم المتاحة، نشوفوا الانترنت، نشوفوا التواصل الاجتماعي وغيره. لابد أنه احنا كهياكل يعني وطنيا أمنوا مرفق عمومي، لابد أن نواكبوا هالتطور هذا. اليوم مجلس نواب الشعب وأساس لجنة الفلاحة قاعدة تنظر في مجلة المياه الجديدة لتعوض المجلة اللي كنت تحكي عليها 94 و75 قبلها. المشروع هذا ممكنش يضيف ربما في باب الحوكمة، حوكمة التصرف في الموارد المائية، ولا شنو نجم يضيف في هذا الباب؟ أنا حسب رأيي أكبر إذا هو باش يضيف حاجات كبيرة، لأنه رغم أنه مجلة 75 هي مجلة يعني كانت معناها أدت دورها كما يلزم معناها على كامل هالمدة هذه الكل، لكن توا الظروف تبدلت والوضعيات تبدلت، واليوم هالمجلة هذه إن شاء الله باش تمكن من أولا من تطوير حوكمة المياه بصفة عامة، حوكمة الموارد المائية، حماية الملك العمومي للمياه. اليوم التعديات وذكرتها في التقرير نتاعكم، التعديات على يعني المنشآت المائية والملك العمومي للمياه بصفة عامة تقريبا يومية. احنا اليوم التعديات على اليوم في باجة كما تعرفوا معناها يخلوا تستور والمناطق المجاورة يعني من غير ماء، وهذا تقريبا حتى ليلة العيد يعني عملية التدخل والسرقة للأسلاك الكهربائية في جهة سيدي بوزيد، في جهة قفصة، في يعني في جابس. يعني المجلة هذه باش تأمن وتمكننا من حماية الملك العمومي للمياه، لأنه اليوم حتى الأرسنال جوريديك يعني اليوم معناها المجلة القديمة معناها ما ثم حتى العقوبات، مثلا التعدي على الملك العمومي للمياه تقريبا حاجات بسيطة جدا. واليوم باش يمكننا أولا من حسن التحكم في الموارد المائية متاعنا وما هو متاح، وكذلك حماية الملك العمومي للمياه. هذه أهم حسب رأي العناصر الأساسية في هالمجلة هذه الجديدة، هذا بالإضافة بالطبيعة إلى عديد معناها المسائل الأخرى اللي باش تتحل وإن شاء الله تكون معناها مفيدة للجميع. في هالمجلة الجديدة هذه ولا المقترح اللي قدمته الحكومة ثم تخوف من خصصة الخدمات المائية اللي واردة في المجلة، ربما تكون المجاميع المائية ربما تسند لأصحاب لزمات ولا حاجه كيميكا. دونك ثم خوف ربما من تخصيص الخدمات المائية، ما يثيرش لكم هذا ربما مشكل بالنسبة لكم؟ والله لا، بالنسبة للحقيقة هو حتى في المجلة ما ثماش معناها توجه يعني واضح ومعناها للخوصة. أنا ما شفتش معناها عناصر معينة تمشي للخوصة خاصة في الخدمات. احنا اليوم مثلا بالنسبة لمياه الشرب
الناس يتحدثوا على خصاصة إمكانية خصاصة الشركة وغيره، احنا اليوم ماهوش مطروح تماما. خصاصة معناها خدمات المياه بالنسبة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، هذا مش مطروح تماما بالنسبة لنا، هذا يبقى مرفق عمومي، يبقى خدمة يعني عندها طابع اجتماعي. صحيح هي لابد من تغطية يعني كلفة إنتاج المياه وكلفة خدمات المياه، لكن يبقى ديما مرفق عام فيه مسحة اجتماعية وفيه دائما نظرة اجتماعية بالنسبة للفئات. هذه خلتكم تزيدوا في الأسعار معناها تقريبا بنسبة 33% في المدة الأخيرة؟ بالفعل ما خلتناش، بالعكس هي نظرة اجتماعية خلتنا أنه 1,399,000 عائلة تونسية غير معنية بتعديل بالتعديل التعريفة الجديدة. علاش؟ لأنه القسط الأول اللي هو من 1 إلى 20 متر مكعب في الثلاثية متمسش، ولا هو خاص بالاستعمالات نتاع البيروات نتاع أصحاب المياه؟ لا هو خاص باستعمالات المواطنين، احنا ظهري ما عندناش 1,390,000 محامي وغيره، لا عندنا 1,390,000 عائلة تونسية تشرب في القسط هذا وغير معنية بالزيادة. احنا اليوم شنو الهدف؟ انه تكون عندنا يعني طريقة تعريفة تدريجية بالأقساط، لأنه باش نشجعوا الناس اللي موجودين في الأقساط العليا اللي اليوم ربما ثم تبذير متاع مياه، أن نشجعوهم باش يحاولوا يقتصدوا في الماء باش ينزلوا للأقساط الدنيا ويتمتعوا بتعريفة تفاضلية. وإحنا اليوم العائلة التونسية بلاسي مصباح معناها تستهلك العشرين متر وهذوما معناها في إحنا نجم نمشيوا بالأرقام. إحنا اليوم وقت نرجعوا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، إيش تقولك؟ تقولك راهو باش الإنسان يعيش بطريقة عادية لابد أنه يكون عنده يومين للفرد بين 20 و50 لتر للفرد. احنا اليوم بين 20 و50 لتر ناخذ 30 لتر المعدل. إذا كان ناخذ 30 لتر للفرد، العائلة التونسية يعني في الثلاثية لازمها تقريب 9 متر مكعب، نحن القسط الأول 20 متر مكعب، 20,000 لتر. إذن 20 متر مكعب في الثلاثية هو كافي إذا كان نرشد الاستهلاك ونستعمله بطريقة معناها عقلانية للمياه. واليوم احنا ثم مجال راهو باش يعني نقتصدوا ونرشدوا الاستهلاك حتى في استعمالاتنا في البيت في المنزل. احنا ممكن انه نقصوا في هالاستهلاكات هذه، وممكن انه عدد كبير اكثر من 1,390,000 ينجم يكونوا في القسط الأول اللي هو نسميه احنا القسط الاجتماعي واللي هو ماهوش معني بالزيادة، مع العلم أنه السعر في القسط هذا 200 مليم للمتر المكعب، الفيترة 200 مليم، وهذا تقريب ما يمثل كان 15% من كلفة الإنتاج للمتر المكعب، معدل كلفة الإنتاج. إذن القسط الأول ما يدفع منه كان 15%، وهذا ما يمثلش عبء كبير على المواطن. واليوم احنا كي نعمل معدل الزيادة الكل كل 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 يعني الأقساط نلقاو أنه معدل الزيادة ما يعادل 6 دينارات في الثلاثية، يعني دينارين في الشهر لكل عائلة، وهذا ما عنده حتى قيمة. رقم آخر نقوله باش نسكروا هالملف هذا، راهو اليوم وقت نعملوا دراسات ونشوفوا كلفة الماء في يعني الميزانية بتاع العائلة في مصاريف العائلة، نلقاوها تعادل تقريب 1% بين 1 و1.5% فقط، وهي من أضعف معناها النسب في العالم. وهذا يخلي علاش؟ لأنه التعريفة متاعنا كذلك من أضعف النسب في العالم، وإحنا نجم نعمله نعطيه حتى بعض الأرقام موجودين على الإنترنت حتى مقدرة الشرائية مهلها معناها سي مصباح. مقارنة كذلك المقارنة راهي مع دول المقدرة الشرائية متاعها أقل منا. احنا هات نقارنوا مع دولة تشبه لنا شوية، المغرب. سعر المياه في المغرب 4 مرات أغلى من سعره في تونس. احنا ناخذ دولة أخرى كما بوركينا فاسو ولا كما البنا ولا غيرها، نلقاو أسعار أغلى بكثير. إذا الماء إن شاء الله يقعد ديما في معناها متاح للجميع. احنا اليوم مشكلتي أنا مش في سعر البيع، مشكلتي في توفير توفير هال بالنسبة للجمعيات المائية. سي مصباح، هل ثمانية لتخصيص خدماتها؟ أنا أتصور ليه، أنا في تقديري الخاص الجمعيات المائية، شوف الجمعيات المائية راهي أدت دورها، والدليل اليوم لأنه كيفاش توجدت هالجمعيات المائية. احنا اليوم في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوسط الحضري شركة أمن 100%، في الوسط الريفي الشركة تأمن 53% من السكان في الريف. أنا هم السكان هذوم، هم السكان اللي موجودين في مساكن مجمعة أجلوميري،
سي دو رورال اغلوميري، لكن البقيه لو رورال ديسبيرسي يعني المساكن المشتته هي تتم عن طريق مجامع مائيه. واحنا اليوم تقريبا في مياه الشرب تقريبا 1550 مجمع ولا 1600، ماهمش الكل راهم عندهم مشاكل، هناك مجامع ناجحه، هناك مجامع تحقق ارباح، لانه لابد من حسن التصرف في المجامع هذه، لابد من المراقبه والمحاسبه، والدليل انه ثم مجامع ناجحه في بعض المناطق واللي تؤدي بدورها. انا حسب رايي راهو لابد من الاحاطه بالمجامع اللي عندهم اشكالات كبيره، راهو ماهوش ساهل اليوم باش نجي ونقولوا نخوص ونعملوا، ماهيش سهله العمليه، ولو حتى يتصوروها العباد معناها باش ننزلوا على بوتون باش تتبدل الوضعيه وتولي عنا معناها اطر اخرى. اليوم لابد انه قبل ما نسيبوا في اللي عنا نخموا بالقدا ونحاولوا نصلحوا اللي عنا ونطوروا ونمشيوا لحلول اللي تساعد التونسي وتساعد كذلك معناها الوضع الاقتصادي بتاع البلاد ووضعنا بصفة عامة. لازم أنه نتريثوا ونترواوا شوية بالوضع متاعنا باش من حكيت على ترشيد الاستهلاك وضرورة ترشيد الاستهلاك حتى نستفيد أكثر ونكونوا من العائلات، من العائلات اللي مش منهش ومش منهش الزيادة الأخيرة. عملتوش سياسة اتصالية ربما لترشيد الاستهلاك خاصة في هذا الفصل اللي ربما يكون حار حسب التوقعات الجوية؟ احنا بالفعل كل عام تقريبا عندنا سياسه، يعني عندنا برنامج اتصالي لاستعداد للصيف. يعني كما تعرفوا كان شفتوا عمناول ولت عمناول، الحق الكوفيد حد شويه من هالنشاط هذا. احنا كنا عملنا تقريبا من بدايه من 23 مارس في كامل تراب الجمهوريه، في كامل الجهات، اقاليم الشركه قاموا بندوات ندوات في الولايات الكل، واستدعاوا الصغار، استدعاوا الناس، وكانت ثم معناها عديد التظاهرات للتأكيد على قيمة الماء وعلى ضرورة الاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكه. كذلك حتى التجأنا حتى إلى المدارس الابتدائية، إلى المدارس الثانوية، وكان عدة أنشطة موجودة في الجهات الكل. وإحنا كانت تطلوا شوية على الصفحة الرسمية فيسبوك متاع الصونات تلقاو حتى الفيديو والتصاور متاع هالأنشطة هذه ولاية بولاية، تقريبا 24 ولاية وقع فيهم الأنشطة هذه. كذلك من ناحية الإعلام والاتصال، وأنا شخصيا تقريبا في جميع وسائل الإعلام نتدخل ونحاول نعطي هالصورة هذه وضرورة الترشيد وغيره. كذلك احنا إن شاء الله ثم البرنامج متاع يعني أفيشاج أوربان إن شاء الله باش ينطلق قريبا، يعني التوعية والتحسيس. ثم برنامج متكامل كله موجود، نجم حتى نمديكم بنسخة منه تطلعوا عليه، وإن شاء الله قاعد يسير هالبرنامج هذا. ولابد من الترشيد، لابد، وحتى أنتم كوسائل الإعلام راهو عندكم دور كذلك في ترسيخ ثقافة الترشيد وثقافة يعني المحافظة على المادة الثمينة هذه اللي هو الماء، اللي هو كذلك يهم الناس الكل. كل الأنشطة من نجم نعمله حتى نشاط من غير الماء هذا. ولابد اليوم كذلك فيما يخص النشاط الفلاحي متاعنا، لابد من نوع من الترشيد اليوم اللي يلزمنا نتحدثوا على كذلك في اختيار الزراعات متاعنا. لابد أن نختاروا زراعات مقتصدة في الماء، لابد في توزيع الزراعات هذه، في ما نزرعوش نامبورتو كوا نامبورتو. اليوم لابد أن نخموا في عدة المناطق اللي فيها شح مائي، اللي فيها ضغط مائي أكثر من مناطق أخرى، أنه نتجنبوا يعني زراعات اللي ربما معناها تستهلك كمية كبيرة من المياه. كذلك اليوم مجهود كبير لازم يكون في إدارة الري، معناها لو بيلوتاج ديريغاسيون في الضيعة. لابد أنه الغراسات والزراعات اللي تستاهل 5000 متر مكعب في الهكتار مش لازم نعطوها 7000 ولا 8000. إذا ثم عمل كبير ترشيد، إذا ترشيد المواطن في استهلاك الماء الصالح للشرب، ترشيد الفلاح في استعمالات الفلاحية للمياه، وكذلك ترشيد احنا في 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 القطاع السياحي والصناعي الكل. ثم عمل كبير بالرغم اللي هما يدفعوا تقريبا التعريفة العليا، اكثر تعريفة اللي هي البلافون، لكن لابد انهم كذلك يحافظوا على المياه. واحنا عندنا عمل كبير معاهم فيما يخص يعني الملصقات في النزل وغيرها، كل هذا عمل متواصل. نعم سي مصباح، في الاخير اذا كان نقولوا 70% من تقدم الاشغال، 30% تقريبا مازالوا، تقريبا نجم نطمن التوانسه انه الصيف هذا ما يكونش فيه برشا مشاكل، برشا اضطرابات وبرشا انقطاعات في الماء.
شوف احنا بالفعل نجم نطمن التوانسه اللي هو ماهوش باش يكون صيف يعني يشذ على القاعده ولا ثم اشكالات اكثر من عام يشذ على القاعده مانيش نشوفوك يعملوه باش يكون ربما احسن شويه من عام ناول المشابه لانه الظروف السنه اصعب لانه عام ناول عام جفاف اما العام الثاني جفاف راهي الظروف اصعب لانه احنا اليوم راهو قمنا بعديد التدخلات اللي حسنا بالنسبة للسنة الفارطة لكن في المقابل عندك الاستهلاك زاد وكذلك الشح في الموارد اليوم عندنا أبار في زغوان نضبت تماما فيها صفر يعني ما عادش فيها ماء كومبليتمون سكرنا المضخ ما عادش وعديد المناطق الأخرى إذن راهو الظرف صعيب أصعب من عم ناول احنا قمنا بالمتاح وإن شاء الله تكون الوضعية إذا كان ما تكونش كيف عم ناول أحسن شوية لكن اليوم راهو الانقطاعات راهو مش ديما خاطر ثم إشكالات نتاع نقص نتاع موارد وغيره أو اليوم مثلا تستور مخصوص عليها الماء خاطر سرق ولا إذا اللي تسمعوه الكل وراهو الاحتجاج احنا ناخذ بربي نقطة أخرى فيما يخص تعطيل المشاريع اليوم عنا تعطيل المشاريع وإنجاز الآبار العميقة احنا في قفصة ما عادش نجم ننجزوا آبار تقريبا يعني المواطنين يمنعون من إنجاز الأبار تقريبا 7 أبار مبرمجة في منطقة اسمها فم المعزل اللي هي لتزويد مدينة قفصة بالماء الصالح للشرب ولتدعيم الموارد المائية نتاعها احنا ماناش قادرين باش ننجزوها رغم أنه قمنا بالإجراءات القانونية والإجراءات وغيرها لأنه اليوم يعني المشكل راهو ما يتطرحش كله على الشركة راهو ثم زاد مسؤوليات أخرى لابد أنه اليوم المواطن بكل لطف يتفهم أنه لابد من تعبئة موارد إضافية باش نجموا نأمنوا له الاستعمالات نتاعو واستهلاك المياه لأنه في بعض الأحيان تلقى نفس الشخص اللي عطل على إنجاز البئر يسكر الطريق خاطر ما ثمش ماء. نعم شكرا ليك سي مصباح الهلالي على كل ما أضفت به الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. احنا في الجزء الثاني باش نحكيو على الوضع السياسي العام لكن قبل ذلك باش تشوفوا تقرير حول عملية الاعتداء احد الامنيين على احد المواطنين في سيدي حسين السيجومي نستقبل ضيفنا ثم نعود تفضل. وصف بالصادم والمروع انتشار مقطع فيديو يظهر أمنيين بصدد تعنيف مواطن وطرحه أرضا ومن ثم ركله وتجريده من ملابسه بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة. الفيديو يظهر أيضا أصوات مواطنين يستنكرون ما أتاه الأمني الذي كان بزي مدني ملثم الوجه ومحاط بعدد آخر من الأمنيين بالزي النظامي مع تواجد سيارات أمنية كثيرة. حادثة خلفت موجة غضب وسخط كبيرين للممارسات العنيفة من قبل بعض الأمنيين وتتالت بعدها التنديدات حيث دعت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى إرساء علوية القانون منبهة من خطورة فقدان المواطن الثقة في الدولة ومؤسساتها. مكتب البرلمان بدوره طالب بفتح تحقيق في الحادثة الشنيعة حسب وصفه وتوفير الحماية القانونية والرعاية الطبية للمواطن المعنف ومحاسبة كل من يثبت تورطه. واقعة شبيهة بما حدث في سجن أبو غريب فترة الاحتلال الأمريكي للعراق هكذا وصف طارق لفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان الحادثة معتبرا ذلك إساءة لصورة تونس وللأمن داعيا وزير الداخلية بالنيابة إلى تقديم اعتذار للشعب التونسي وفتح تحقيق لتحميل المسؤوليات مع الإفراج عن الشاب الموقوف. نواب البرلمان قالوا إنه لا يحق لأعوان الأمن تعرية الشاب مهما كان الجرم وذلك على خلفية بلاغ وزارة الداخلية الذي ذكر أن شبانا تعمدوا الاعتداء على الوحدات الأمنية وأن المنطقة شهدت اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وإحداث الهرج والتشويش. ذات التوجه ذهبت إليه الإدارة العامة للأمن الوطني التي ذكرت أن المعنية بالأمر دخل في حالة هيجان وقام بتجريد نفسه من ملابسه لتتم محاولة السيطرة عليه وتتعهد بعدها النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي. رواية وإن فندها مقطع الفيديو المتداول فإنها تعيد إلى الذاكرة الممارسات الشاذة لبعض الأمنيين
على غرار وفاة مواطن إثر منع الدواء عنه بصفاقس، وحادثة غرق الشاب عمر العبيدي وغيرها من الوقائع التي تضع عون الأمن في صورة البوليس المعنف والمعتدي على كرامة المواطن عوض حفظها والدفاع عنها، كما تطرح تساؤلات عن حدود استعمال صاحب السلطة لسلطته كما حدث مؤخرا مع رئيس بلدية جدليان بالقصرين ومحاولة دهسه لمواطن بسيارته. خليني بداية نرحب سي محمد الجميني عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والنائب في كتلتي، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير سي عامر وكافة مشاهدي قناة الزيتون. مرحبا بك. خلينا بداية نترحموا على الإعلامي والصحفي اللي وفاة والمنية اليوم سي مالك الصغير، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته. إذن اليوم توفى مالك يذولي، كان زميلك سي محمد مالك الصغيري اللي فقدناه اليوم. كان يوم حزين فعلا، وكان تلقيه لخبر رحيله معناها لم أكد أصدقه. مالك الصغيري عرفته وهو طفل في بيت والده الصديق الصادق الصغيري حين استضافني، وكان معناه وربما عمره عامين ولا ثلاثة، كان يعيط لوالده أبي معناها، وظل حتى كبير يعيط له أبي، وهذه من الحاجات ربما اللي بقات راسخة في ذهني. ثم استعدت العلاقة به كصديق ومناضل وزميل في محطات مختلفة، في الحزب الديمقراطي التقدمي، في تيار الإصلاح والتنمية. مالك الصغيري كان مناضل في الاتحاد العام لطلبة تونس وقيادي، كان صاحب أفكار، قاد فكرة رائعة جدا في تونس اسمها فكرة جيل جديد، كان فعلا ثائرا على الدوام، على أنماط التفكير، على ربما العلاقات الاجتماعية نقصد الاقتصادية، وكان متطلع إلى مجتمع فعلا مثالي. نهار اللي قامت ثورة 14 جانفي في 2011 مالك الصغيري كان في السجن، كان في زنزانات الداخلية، وأنا نتذكر تدخلت لدى السيد محمد الغنوشي أنا ذاك لإطلاق سراحه، والصور تخلد بالطبع وجوده في شارع الحبيب بورقيبة. مالك الصغيري الآن هو قيادي في التيار الديمقراطي، ولكن مر بمراحل عديدة، وظل نجم نقوله حالة نادرة في عمره. هو خريج دار المعلمين العليا، معناها صاحب أستاذية في التاريخ، ولكن عنده بصراحة قامة ورؤية. نترحم عليه فعلا سيد مالك الصغيري، تعازينا لوالده صادق ولوالدته ولزوجته عزة، ولإن شاء الله ابنه يكون خير خلف لخير سلف تغمده الله برحمته الواسعة، الله إن شاء الله. وإن شاء الله تجي مناسبات لتكرم هذا المناضل وهذا الشاب مالك الصغيري، الله يرحمه. على كل حال خليني نرجع لموضوعنا، موضوع ما حدث في سيد حسين السجومي. ما حدث كان صادما بكل المقاييس. أنا ما فهمت سي محمد إيش معناها اليوم بعد 11 عام من الثورة، ثورة تقريبا قدمنا فيها مئات الشهداء، آلاف الجرحى، ثورة إذا كان نحسبه بتراكماتها قدمنا فيها آلاف المنفيين وآلاف السجناء. اليوم باش نشوف بعدها الثورة دي، باش نشوف مثل هذه الممارسات. إيش معناها اليوم بعد 11 عام من ثورة الكرامة يجي بوليسي مرغ كرامة التونسي في التراب بهذا الشكل؟ ثم وصفتوه في البرلمان بأنه شبيه بأبو غريب، ولا ما شفناش كان في أبو غريب. معنى مهما كان الجرم نتاعهم من المفروض ما نعملوش الإنسان بهذا الشكل. يعني ما حدث كان صادما، لا يحتاج إلى اعتذار رئيس الحكومة واللي هو وزير الداخلية بالنيابة، بل يحتاج منكم بصراحة في البرلمان وقفة حازمة لمساءلة رئيس وزير الداخلية، لأنه خوف أن تكون هذه الممارسات تعود بشكل منهزم. ما تناقضته بالطبع فضاءات التواصل الاجتماعي من فيديوهات ومن صور عن حالة الشاب، معناها اللي كان مجرد من ملابس وفي حالة مهينة، وأيضا ثم صور واضحة لاعتداءات معناها مباشرة على جسمه في ظروف بالطبع مشبوهة. تلت تحركات في منطقة سيد حسين الشعبية والمعروفة على وفاة مشبوهة لشاب آخر. أنا نحب نقول اللي كما قلت سي عامر، بعد 10 سنوات من الثورة ما زلنا من حين إلى آخر نسمع عن وفاة مشبوهة نتيجة اعتداءات
على موقف. بصراحة في انتظار التحقيقات احنا ما نجم نتهمه حتى حد، ولكن مؤكد انه حالات عديدة وفي سيد حسين بالذات اكثر من مرة يتوفى واحد في ظروف مشبوهة نتيجة ضربة ربما خاطئة او تعذيب او غيره، وهذا مزعج جدا. لكن حالة الشاب اللي كان في حالة ربما سحل في على قارعة الطريق كما توري الصور غطت حتى على جريمة الوفاة، رغم أن القتل أشد بالطبع وهو الجريمة الكبرى اللي ما يلزمناش ننساوها، والتحقيق الأساسي هو في حالة الوفاة الأولى. أما أنه الشاب يكون في تلك الوضعية لسبب أو لآخر، احنا مازلنا في انتظار التحقيقات، ربما وزارة الداخلية تنسب التعري للشاب نفسه ولا كذا. احنا المهم شفناه في حالة مهينة ووسط وجود أمني ربما بالزي الرسمي وبالزي المدني ووسط حركية معناها في الشارع، وسيارة الشرطة كما نشوفوا فيها يعني القريبة من العملية ما تنجمش تبرر حالة كما كيك يكون شاب تونسي مرمي على قارعة الطريق. معناها هو عملية الاحتجاج، يعني احتجاجكم ولا تنديدكم ولا استنكاركم بهذه العملية ما يعفيكمش ربما من مسؤولية أنكم تقوموا بدور أكثر، لأنه هذه الممارسات اليوم قاعدة تتعاود. سي محمد وقتنا نعم. نحكي الجمعة اللي فاتت ضحايا الاستبداد في القصبة تعرضوا أيضا للسحل والسب والشتم والاعتداء، يعني هل الاعتداءات ولينا نخافوا أن تكون اعتداءات ممنهجة، وأن بوليس بن علي ولا عقلية بوليس بن علي قاعدة ترجع اليوم بعد ما خلنا أنه عنا أمن جمهوري اليوم؟ شوف احنا عنا أمن جمهوري بالتأكيد، وشفناه الأمن الجمهوري يمارس ممارسات أمن جمهوري، لكن في نفس الوقت شفنا تجاوزات عديدة بمراكز الشرطة وأثناء التحقيق وحتى في السجون وتقارير المحامين وحالات اللي حكينا عليها حتى مع السيد وزير الداخلية أكثر من مرة تحت قبة البرلمان. هذا الحادث المقزز والمروع واللي استفز التوانسة يحتاج منا فعلا إلى عودة إلى هذا الموضوع. أنا نقول لك معناها لا نطلق أحكاما ربما قبل التحقيقات، ولكن الحكومة بصفة عامة والسيد وزير الداخلية والمسؤولين بالطبع عن الأمن بمنطقة سيد حسين مدعوين إلى أن يأخذوا هذا الأمر بجد. البرلمان وظيفته رقابية وهذا الموضوع لن يمر. احنا منذ أشهر توفى شاب في صفاقس كما تعرف أيضا في ظروف مشتبهة، وعملنا لجنة تحقيق وهي جارية إلى الآن، وهذه الحادثة في سيد حسين تحتاج إلى لجنة تحقيق برلمانية وتحتاج إلى مساءلة للحكومة. أنا نخاف وقت نقول لجنة تحقيق برلمانية، أنا واحد من الناس نخاف، يظهر لي الحالة الشاذة الوحيدة في لجان التحقيق تقريبا كلهم ماتوا ما عدا تقريبا لجنة التحقيق في حديث عمدون. ما عدا ذلك تقول لجنة تحقيق كأنك أعطيتني تقدير بأن هذه الحادثة ستموت كغيرها من مش الحوالي. بالضرورة أولا أنا أتشرف بأني كنت أحد أعضاء لجنة التحقيق في حديث عمدون، وعملنا تقرير مشرف لها وعملنا التحركات اللازمة، رغم اللي ربما تبعات ذلك التحقيق والبرلماني ما كانتش كبيرة ياسر، لكن أيضا متأكد اللي التحقيق بحديث صفاقس سينتهي إلى تقرير يقدم إلى البرلمان. وإحنا مش وظيفتنا فقط نعمل التحقيق ونعمل المسألة، وأيضا البرلمان فيه محامين قد يرفعوا معناها قضايا. هذه المواضيع ما يلزمش تتعدى كأنها بسيطة. الجريمة معناها كثرت في تونس، ولكن أيضا إذا كان ما نبداوش مطمئنين للجهة اللي بتسهر على وضع حد الجريمة بتطبيق القانون وبالحزم، ولكن ليس بانتهاك حقوق الإنسان ولا بتجاوزات من هذا النوع، هذا عمل مرفوض مدان. أدانه حتى البرلمان اليوم في بيان وأدانوه النواب، ولكن سيكون لهذا الحادث عواقب. احنا من نجمه كان نتضامنه مع هذا الشاب ونتضامنه مع أهله ونتضامنه مع أيضا الشاب اللي توفى في ظروف مشبوهة ونعزوا أهله، ولكن لن نترك هذا الموضوع يمر يعني كسائر الأحداث، ولابد أن يقف المجتمع التونسي بكله لوقف أي انتهاكات. احنا شفنا في أمريكا وفي العالم كله عندما تقع حالة وفاة يتورط فيها الأمن بشكل معناها مستفز، أو تقع حالة إهانة كما حصلت حتى في الكيان الصهيوني،
كي حصلت حالة معناها نقول هذيك الاعتداءات اللي كانت متجاوزة لكل ربما المقاييس وكذا، أثارت الضمير العالمي، فما بالك بمواطن تونسي بعد ثورة الحرية والكرامة يحصل له ما حصل. خلينا نختم في هذا الموضوع احنا التوانسة تقريبا صبرنا 10 سنين، صبرنا على الفقر وصبرنا على الصعوبات المالية وصبرنا على غلاء الأسعار وصبرنا تقريبا، يعني هالثورة دي ما جبتناش الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المأمول، ولكن كنا نصبر روحنا بالحريات اللي كنا متمتعين بها بقدر أو بآخر، لكن الظاهر أن مربعات الحرية سي محمد قاعدة تضيق يوم بيوم بعد يوم. اليوم نشوفوا إحالة مدونين على القضاء العسكري، نشوفوا تضييقات على حرية التعبير، نشوفوا هكا تشوف اليوم ربما حتى الاعتصام السائر قدام إذاعة شمس أفهم أحد الأمثلة. يعني إحنا عنا خوف حقيقي اليوم وهاجس حقيقي من أنه مربعات الحرية تضيق، والضيق بالسياسي اللي ربما إذا كان ملقاش وقفة حازمة من المجتمع المدني ومن السياسيين بائتلافهم البرلماني بمعارضتهم بكلهم راهي ربما ترجعنا وين كنا وأكثر من هيك. شوف أنت قلت صبرنا فعلا على ربما الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية، وصبرنا أكثر أحنا حتى على التجاوزات اللي ساعات تتم باسم الحرية بشكل فردي ولا بشكل جماعي، وقلنا أنه غض النظر على بعض التجاوزات أحسن من قمع الحريات، وحرية الإعلام ولا حرية التعبير والتنظم ولا حرية بطبع التظاهر ولا غيرها. ولذلك هذا المكسب اللي معناها جابته ثورة الحرية والكرامة ما اعتقدش أن التوانسي نجم يفرطوا فيه، والتضامن اللي موجود مع المدون اللي أحيل على القضاء العسكري والتضامن اللي تجد مع مدونين أخرين قبله، وسيظل هذا التضامن قائما. مش ممكن الشعب اللي ضحى أولا بأجيال معناها في العهد البرجيبي وفي العهد النوفمبري من أجل الحريات والديمقراطية وجاب حرية أعطته مكانة في العالم وجلبت انتباه العالم لأول مرة للبقعة الصغيرة اسمها تونس، هذه الثورة لن تفرط، أنا متأكد من هذا، في المطلب أو في نجم نقول الحرية كمكسب تضمنه الدستور وأعطاه باب خاص اللي هو باب الحقوق والحريات. مش ممكن أن في رأيي مثل هذه التجاوزات ولا بغيرها ترتد تونس إلى ما قبل الثورة. نعم، اليوم سمعنا بأنه الناطق الرسمي أو المكلف بالاتصال في مجلس نواب الشعب يقول أنه الأستاذ رشد غنوشي تعرض إلى تهديد جدي وداخليا نبهته. شنو حقيقة هذا التهديد سي محمد؟ فعلا معناها منذ نجم نقوله أمس تم إبلاغ السيد رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة رشد الغنوشي رسميا من قبل مصالح وزارة الداخلية بأن هنالك تهديدات جدية لحياته، تهديدات إرهابية، نجم نأكد هذا. هذا ربما مش أول مرة يحصل، ولكن حين يحصل في هذه الفترة وقت اللي فما تم فيها نوع من الشيطنة للسيد رشد الغنوشي وفي وقت اللي ربما يقع استهداف لصورته المعنوية، تزيد مع هذا تأتي بالطبع تهديدات إرهابية إرهابية بأي معنى بالله سي محمد خلينا نفهمها أكثر، تهديدات إجرامية نفهمه، لا تهديدات إجرامية. إرهابية بمعنى معنى جهات إرهابية حسب وصف وزارة الداخلية هي التي تخطط لاغتيال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الشيخ رشد الغنوشي. بالطبع هذا لن يفل من عزمه ولن يوقف نشاطه، وزارة الداخلية أيضا ستتخذ إجراءات إضافية، هي عاملة كل اللازم لحمايته في البرلمان وخارج البرلمان وفي تنقلاته، وهذا شيء يعلمه الجميع. نتمنى له بالطبع العافية ونتمنى له معناها حياة معناها نقول احنا عادية كما سائر التونسيين، ولا نرجو له مكروها بأي صيغة من الصيغ، ولكن في نفس الوقت تواصل التهديدات الإرهابية سواء للشيخ رشد الغنوشي أو لغيره من الأطراف السياسية مهما كان عنوانها ولونها هو دليل على أن تونس ما زالت ساعة واقعة تحت التهديد الإرهابي بشكل ما، ما زالت واقعة تحت أجندات إرباك الساحة التونسية. احنا نعرفوا الاغتيالات السياسية للشهيدين بالعيد والبراهمي قداش كلفت تونس، وبالطبع اي عنوان لاغتيال خاصة من هذا الحجم ذا طابع سياسي احنا ايضا نقراه في طار السياقات الاستهداف الداخلي والخارجي اللي
يعني تقول سي محمد أنه الخطر الإرهابي ما زال في تونس. هو كان تقرير أممي لمنظمة الأزمات الدولية يقول أنه الجماعات الإرهابية تحولت إلى جماعات إجرامية وتحول طابعها إلى الطابع الإجرامي. يعني كأنه يعني الظاهرة الإرهابية بمعناها التقليدي تقريبا انحسرت في تونس. يعني ما ثماش اللهم إذا كان ثم أطراف أخرى تريد أن تربك الوضع السياسي في تونس في إطار تنفيذ أجندة كنا حكينا عليها برشا مرات معناها في السنوات الأخيرة ضمن التوجه لبعض الدول الإقليمية المعادية لمسارات الانتقال الديمقراطي. شوف تونس من المكاسب الكبيرة في الحقيقة اللي عملتها في العشر سنوات هذوما رغم الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية هو أني كسرت شوكة الإرهاب. الإرهاب اللي ديما أنا شخصيا أتذكر لك القولة الشهيرة لأحدهم كي قال أسوار تونس قصيرة وظنوا أنهم سيوقعون تونس كما أوقعوا ربما مناطق أخرى في الاقتتال وفي ربما حتى الغزو والسيطرة الفعلية، لكن بفضل قواتنا العسكرية والأمنية واللي كانت مكلفة على الشعب التونسي لأن الثورة أعطت أولوية للتسليح وأولوية لإعادة ربما تقوية قدرات الجيش والأمن على حساب التعليم وعلى حساب الصحة وعلى حساب حتى القوت بتاع التوانسة. هذا معناها مش حاجة معناها بسيطة، رأوا أنه احنا قوينا قدراتنا القتالية والدفاعية باش هزمنا الإرهاب، لكن هزمناها أيضا بفضل وعي التوانسة وبفضل تضامن التوانسة، لكن الخطر الإرهابي لم ينقطع. وديما سي عامر احنا ديما نحكيه على أجندة إرهابية متقاطعة مع أجندات سياسية، وحتى الاغتيالين السياسيين لبلعيد والبراهمي ربي يرحمهم هذا كان وإلى الآن ما زالت قائمة الشبهة بين تقاطع أجندات سياسية مستهدفة للثورة وإرهابيين بالطبع ينفذون أو يتقاطعون في هذا الهدف. ولذلك استهداف الغنوشي من جديد هو مش فقط من يعزى إلى خطر إرهابي يظل ديما قائم مهما كان، وإحنا هنا من حين إلى آخر نلقاه جندي أو أمني أو ساعات مواطن عادي كما الرعاة اللي حصلوا أكثر من مرة كانوا ضحية الإرهاب، أن يقع من جديد تحريك الأجندة الإرهابية ووزارة الداخلية تأخذ الأمور محمل الجد مش مجرد كلام أنا نقول احنا في الفضاءات الاجتماعية الغير موثوقة. هذا أمر جدي وهذا يدل على أن تونس للأسف في عين العاصفة ما زالت تعيش أزمة مركبة كما نعرف صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية، وخاصة حين تشتد الأزمة السياسية تتحرك أيدي الإرهاب. وهذا ربما يعطي وجاهة لقراءة سيد رئيس الجمهورية قيس سعيد في توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية ووضعها تحت جناحي. لا هذا ما يعطي حتى مبرر لمثل هذا التأويل الشاذ كما وصفه رئيس الحكومة، لأنه الجيش والحمد لله قائم بأدواره تاريخيا والآن وهو قوة عسكرية مسلحة يرأسها يعني السيد رئيس الجمهورية دستوريا بصفته القائد الأعلى المسلح للقوات المسلحة والمقصود القوات العسكرية، رغم اللي احنا نعرف القيادة الفعلية هي قيادة ميدانية لقادة البر والبحر والجو، ولكن أيضا وزارة الداخلية كقوة مسلحة مدنية هذه عندها أيضا وظائفها وقائمة بأدوارها، ما ثم حتى ضرورة. وهو في الحقيقة لا هو وزير الداخلية يقود فعلا العمليات الأمنية ولا هو رئيس الجمهورية يقود العمليات العسكرية، هذه وظائف سياسية بالأساس، ولكن احنا عندنا ثقة في الأجهزة الأمنية الميدانية في قدراتها وفي خبراتها، وبينت في أكثر من مرة أنه عندها اليد الطويلة وعندها القدرات، المهم أن تكون ملتزمة بالقانون وبالدستور. نعم سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد تقريبا لم يختم على مشروع تنقيح المحكمة الدستورية الخاص المتعلق بالمحكمة الدستورية، وفات الأجل نتاع الختم، ظهر أنه لن يختم هذا المشروع القانون، وظهر أنه لم يبقى إلا حل واحد لتركيز المحكمة الدستورية هو إرادة البرلمانيين في أنهم ينتخبوا أعضاء المحكمة الدستورية واستكمالها بال 145 صوت. بصراحة امتناع السيد رئيس الجمهورية عن ختم قانون المحكمة الدستورية بعد أن ردته الهيئة المؤقتة وبعد أن رده هو قبل ذلك إلى البرلمان وعزز البرلمان تصويته ب 141 صوت وبين أنه ثم إرادة قوية
لدى النواب في معناها تسهيل ربما الوصول إلى المحكمة الدستورية على الأقل في الأربعة نواب أو الثلاثة الأعضاء اللي مازالوا في حق مجلس نواب الشعب. لكن السيد رئيس الجمهورية تعتقادي الشخصي إلى الآن لم يصدر الموقف النهائي لحركة النهضة، يرتكب فعلا خرقا جسيما للدستور كما قالوا أغلب فقهاء القانون من مواقع مختلفة. رئيس الجمهورية من وظائفه ولهنا ما عنده حتى مبرر في الحقيقة قانون. ولم يوصف بالجسيم فقهاء المحكمة فقهاء القانون الدستوري، يقول هو خرق متواصل للدستور، ما يقولوش خرق جسيم للدستور. خرق جسيم أنا نصرفه كخرق جسيم لأنه يتخلى كما قال شكون هو الدكتور يظل أيمن بوغامي، الرئيس يضرب، يمارس الإضراب السياسي ويمتنع عن أداء وظيفته. لهنا كلهم قالوا بأنه هو مش في موقع التخيير، هو في موقع المجبر دستوريا وقانونيا على أن يختم هذا القانون وأن ينشره لأن هذه وظيفته، كما يتخلى العسكري على بندقيته وكما يتخلى الأمني ربما على تدخله لإنقاذ إنسان أو حمايته. السيد رئيس الجمهورية يتخلى عن وظيفته حين يمتنع عن ختم قانون صادق عليه مجلس النواب مرة أولى، ردوا وهذا حقه القانوني فصادق عليه مرة ثانية بشكل معزز، والهيئة الدستورية الوقتية معناها رجعته له للختم والنشر. فإذا لم يفعل ذلك والآن فاتت الأجال يكون قد ارتكب خطأ وارتكب خرقا للدستور. والمشكلة أكثر من هكا سي عامر أن السيد رئيس الجمهورية في الحقيقة وضع المحكمة الدستورية في وضع المستحيل كما يتأول هو الأمور، مش البرلمان وضع نفسه في وضع المستحيل، هو اعتمد تأويل شاذ وقال بأنه المحكمة الدستورية انتهت أجالها وبقي يناور، مرة يقول ثم تجاوزات قانونية، مرة يحرك ربما بعض حلفائه لتقديم طعن احنا اعتبرناه خارج الأجل الدستورية، ولكن الآن ما عاد عنده حتى حل. الآن يقول بأنه ما ثماش محكمة دستورية، هذا راهو في الحقيقة تعطيل حقيقي لدولي بالدولة. هذا مش في خرق للدستور فقط لأنه سيعطل مواد دستورية عديدة، ولكن أنا في اعتقادي وتقديري الشخصي مرة أخرى أنه السيد رئيس الجمهورية ينجم يعطل، ولكن راه البرلمان ما زالت عنده أدوات عديدة. نحكيه على آليات المسائلة على الأقل، مش آليات العزل، نحكيه آليات المسائلة، معناها أنتم تنجموا تفعلوا آليات مسائلة رئيس الجمهورية واستدعائه، هذا من دوركم. لا، الدستور لا يتيح للبرلمان أن يسائل رئيس الجمهورية. إجراءات العزل تبدأ بالمسائلة. لا لا، ما فماش مسائلة. أدوات العزل تبدأ بتقديم لائحة فصل 88، لائحة يصوتوا عليها يوقع عليها 109 لتقديم لائحة سحب ثقة أو لوم ضد رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يحتاج التصويت عليها إلى الثلثين 145. احنا نقول إن شاء الله ما نوصلوش الحالة دي، ولكن البرلمان نقصد راهو سلطة تشريعية بإمكانه أن يضع من القوانين ومن التراتيب ما يسهل عملية الوصول إلى الأهداف اللي اعتقدها هو مشروع. يعني هذا التعديل اللي تعمل ما هو إلا إحدى الصياغ، ثم أكثر من صيغة، وفهم بعض القانونيين يتكلموا على إمكانيات عديدة باش المجلس التشريعي، لأنه مو احنا نحبوا دولة القانون وهو يكون حريص على احترام الدستور والقانون، مصدر التشريع هو مجلس نواب الشعب اللي ينجم يعقد جلسة خاصة لهذا الأمر، ينكب على لجانه على هذا الأمر، وعنده متسع أنا في رأيي من إذن عندكم جملة من الخيارات أنتم طرحينها في كتلة حركة النهضة مثال، ما زلنا لما طرحها بعد، هو لازم تطرح على البرلمان. ولكن اعتقد شخصيا وحتى من نقاشي مع كثير من الزملاء بالمجلس ثم امكانيات متاحه امام مجلس البرلمان باش يمضي في ارسال المحكمه هذه او في تعديلات اخرى تؤدي الوظائف المحكمه الدستوريه، ما غير ما ندخل في تفاصيل، لكن لن يعجز البرلمان ولن تعجز الحكومه بسبب التعطيل الذي يمارسه السيد الجمهورية. لكن السيد رئيس الجمهورية كلما مضى في التعطيل وفي مناكفة الحكومة، هنا شفناه معناها مؤخرا معناها مسؤول في نهاية الأمر في هيئة
من صلاحية رئيس الحكومة تعيينه وعزله، هو يعزله في الصباح ويعيط له في العشية. هو هذا يخليني نطرح عزلهم رئيس الحكومة وعيط لهم السيد الجمهوري، هذه مناكفة لن تفيد لا رئيس الجمهورية ولن تفيد التونسي. هو ربما عنوان آخر من عناوين الأزمة ما ذكرته توا، ما ذكرته ملف مكافحة الفساد، تعيين السيد يعني عزل السيد عماد بوخريس وتعيين سي عماد بوطالب، يعني ربما هذا يكون عنوان من عناوين الأزمة. هو تعرف أنه الفوند كوميرس نتاع الفساد بدأ من يوسف الشاهد اليوم، وإحنا ما قيناش شكون حقيقة سيحارب هذه الأف. محاربة الفساد يظل أحد أهداف الثورة، والثورة كانت ضد الاستبداد وضد الفساد، والفساد بإجماع كل المراقبين في الداخل والخارج هو أحد المعاول الهدم اللي أضرت كثيرا بالاقتصاد التونسي ووصلته للأوضاع اللي هو فيها. ولذلك يظل مطلب مكافحة الفساد بالوسائل بالطبع المختلفة، منها التشريعات اللي قاعد يعمل فيها مجلس نواب الشعب باتجاه الرقمنة وباتجاه بالطبع هيئات الرقابة المختلفة وباتجاه الشفافية، لأن الحماية القانونية ضرورية مع بالطبع وظائف القضاء ووظائف الأمن وغيره، لكن المزايدة في هذا الموضوع هي للدنفع. وللأسف السيد عماد بوخريس اللي تم عزله من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، تصريحاته التي تلت العزل بصراحة أضرت كثيرا بسمعته وأعطت مشروعية أكبر ربما للعزل. احنا ما زلنا ما نعرفوش تفاصيل كثيرة عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء قرار العزل، رغم اللي هذا يبقى من صلاحية رئيس الحكومة. الأمر الثاني أن تصريحات سيد بوخريس خاصة في اتهام وزارة الصحة واتهام القطاع الطبي بأنه آلاف، رك واحد معناه مسؤول في الدولة يقول عشرات الآلاف من التلقيح معناها فيها مشكلة معينة بدون ما يكون دليل وكذا، هذا بصراحة تهور، وهذا دليل على أن الناس وصلت إلى مستويات في الدولة ما تستحقش تلك المناصب. ولكن هذا ما يبررش أيضاً تعيين شخصية مشمولة ربما وفيها شبهات فساد. خلينا ساعة من المعين، نحن نبدأ بالعزل والتعيين. السيد الجمهورية كيما عمل في المحكمة الدستورية، قلنا له راه المجلس الأعلى للقضاء نص الدستور على تنصيبه بعد نصف سنة، وراه تعمل بعد مدة طويلة، راه خارج الأجال حسب اللي تقولها أنت، ومع ذلك المجلس الأعلى للقضاء سلطة بالطبع أو يشرف على السلطة القضائية وبدون هو يكون ركن من أركان الدولة الأساسية ربما ينهار، ولا يملك السيد رئيس الجمهورية أن يشكك في شرعيته بنفس المنطق اللي شكك فيه شرعية المحكمة الدستورية. علاش يعمل مكيالين؟ نفس الشيء السيد الياس الفخفاخ وهو في حالة استقالة وإدارة نجم نقوله شو يسموها ذيك، إدارة أعمال للحكومة، تصريف أعمال، عزل السيد شوقي طبيب وعين مكانه سي بوخريس، ومع ذلك رئيس الجمهورية ما اعترضش بل استقبل سي بوخريس وخذا منه اليمين. علاش هالمكيالين المرة دي يظهر له يعني، ومرة أخرى ما يقولش للتوانسة كما قال على الوزراء عندهم اشتباه، هذه انت في موقع اللي يمكنك باش تخاطب الشعب التونسي بكل الوسائل وتقول شنية بالضبط الاعتراضاتك على سي بوطالب، وإلا شنية الأشياء اللي خليك تتمسك بسي بوخريس، ولا شنو التعدي القانوني في هذا الأمر. أما هذه مناكفة سياسية بحت، السيد رئيس الجمهورية يعني نقول واحنا شادد جول للحكومة ويتصرف في تصرفات بصراحة لم نعهدها ولم نتوقعها، وهي ساعات تدخل في باب فعلا السريالية السياسية. هو البعض يران والرئيس يسير هويدة ورويدا نحو هدفه وتحقيق برنامجه ربما الهيامي في ترذيل المؤسسات، في ترذيل الأحزاب، وتدمير الكل لإقامة ربما النظام اللي يحب عليه هو. لكن البديل بالنسبة لكم أنتم، المطلوب اليوم أنتم أيضا تبادروا وتعطيه مبادرة ربما تفتح الأمل وتفتح الأفق لتوانسة. إذا كان الرئيس هو عنصر من عناصر الأزمة، المفروض أنتم تكونوا عنصر من عناصر الحل وتبادرون بحل يفتح هذا الأفق السياسي والأمل الجديد لتوانسة. فعلا نحن كذلك، أولا نحن نعتبر مشكلة التوانسة الأساسية هي صحية واقتصادية بالأساس. الحكومة التي ندعمها تعمل في مجهود، عندها نواقص كثيرة، ولكن الآن ثم تقدم واضح في التلقيح، والأشهر القادمة ستكون معدل التلقيح معنا كبير، وإن شاء الله ربي عافي
الشعب التونسي. الأمر الثاني، الحكومة تجتهد في كل الاتجاهات من أجل توفير الموارد لتغطية العجز في الميزانية. الحكومة متفائلة بأنه ستدفع استحقاقات الدين العمومي في آجاله، سواء في جويلية ولا في أوت ولا في غيره. للأسف سيد رئيس الجمهورية في نشاز هما يحكيوا على التزام بمواعيد، وهو يصرح معنا في بريكسال بأنه احنا نطالبوا بإعادة جدولة الديون اللي هي حالة مختلفة تماما، وحالة متاع عجز وحالة متاع انهيار. ما نعرفش السيد رئيس الجمهورية اللي هو على رأس الدولة كيفاش يتحمل مسؤولياتها. اللي هنا في المنبر ده يحكينا على أنه ناس عقلاء من العسكريين المتقاعدين كلموه بكامل المسؤولية والوعي وقالوا له راهو دورك ومسؤوليتك في الدولة تحملك جزء من المسؤولية، وعليك أن تكون متضامن مع بقية الرؤساء وأن تقوم بدورك في الحوار الوطني وفي إخراج تونس. احنا لن نتوقف. راهي الديمقراطية عندها عيوبها، ولكن الديمقراطية عندها مخالبها وعندها طرقها كيف تدافع عن نفسها. وأنا مرة أخرى كما قلنا في الخصوص للمسألة التجاوزات الأمنية، نقول بأنه أي تطلع لهذه بقوسين معناها كيفاش إسقاط المنظومة السياسية بغير الوسائل الدستورية والقانونية لن يتم ذلك ولن يكون سهلا. الأمر الثاني أيضا، السيد رئيس الجمهورية من حقه باش يتحمل باش يقول أي رؤية للحكم، ولكن ثم وسائل. البرلمان منتخب مثل رئيس الجمهورية، وهو سلطة تشريعية وحلانه ما يتم إلا بالشروط المعروفة. الفصل 80 اللي حكيوا عليه هو فصل لا يتيح الحكم المطلق للرئيس، وهو يشترط شهر في أقصى الحالات. هذا إذا كان أقنع الرئيس الشعب بأنه في حالة خطر دائم، عنده شهر فقط باش يتخذ إجراءات. البرلمان يبدأ في حالة انعقاد دائم، وما فماش إمكانية لتمديد الشهر إلا بموافقة المحكمة الدستورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وهذا بالطبع شروط صعبة. إذن الناس نحي عليها الأوهام، والانفراد بالسلطة معناها حاجة قامت ضد الثورة التونسية. أما إصلاح النظام السياسي، تقديم رؤى أخرى يا أخي قدامه السيد رئيس الجمهورية باش يقدم. عن كل شيء ربما تخوفات ولا تقديرات من أن الرئيس قد يقدم على قرارات ربما بون داخل المنظومة الدستورية نجم ينظم استفتاء، ينظم ينجم ما ينجمش ينظم استفتاء. علاش؟ الدستور ما يخولوش تنظيم استفتاء. الدستور يخول صيغة واحدة للاستفتاء هي في قانون يصادق عليه البرلمان أمام رئيس الجمهورية أن يختمه وينشره أو يرده أو يطعن فيه أو يدعو للاستفتاء، ما عدا حالات معينة حددت الدستور. حتى نجيبوا قراءة أخرى لمحل للدستور ويكون سيد الرئيس هو المتبنيها. على كل حال مش جديد على سيد الرئيس. سيد الرئيس يجي المنبر الزيتونة، المنبر الحالة التلفزة الوطنية، أي منبر هو تعهد بأنه سيخاطب التونس ويعود إلى الإعلام التونسي، لكن للأسف السيد رئيس الجمهورية ما مش قاعد حاضر. موضوع أخير سي محمد نطرحه هو متعلق خاصة بغلاء الأسعار، بهذه الموجة من غلاء الأسعار اللي تشهدها بلادنا خاصة في مواد حياتية يعيش منها المواطن. أنتم في رؤيتكم في حركة النهضة في بمناسبة الأربعينية تأسيس الحركة نظمتوا ندوة اقتصادية. الندوة تقريبا كانت بكلها تبرير لهذه الخيارات الليبرالية وهذا التمشي الحكومي، تقريبا ما تبعدوش برشا على الخيارات نتاع الحكومة. وانتم داخلين في الائتلاف السياسي والبرلماني، انتم تقريبا ما كمش معارضين برشا هالخيارات. مشكلتكم انكم ما تمش مشاورتكم ولا ما تمش الاقتراح عليكم هالخيارات هذه. اليوم السيد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار كان في حوار صريح مع ممثلين للكتل الداعمة للحكومة، وكان واحد من المواضيع التي تم التطرق إليها هو موضوع غلاء الأسعار. المشكلة في أن الحكومة أقدمت على القرارات هذه علما وأنه تفاجأ حتى البعض من زملائي عندما قال لهم وزير الاقتصاد بأني مش أنا خذيت قرار زيادة الأسعار يقضاها وزير التجارة، طبعا تعود الحكومة في النهاية لكن مش وزير المالية. وعلى فكرة احنا عندنا خطأ شائع بأنه زيادة الأسعار لازم تكون معناها مضمنة في القوانين الميزانية، وهذا أيضا خطأ لأنه الميزانية تنص على الضرائب اللي لازمها تتوظب هذيك بالضرورة تمر.
في القانون الميزانية، أما زيادة الأسعار هذه ميكانيزم نقوله احنا آخر. لكن احنا مشكلتنا هو كان معاك السيد المدير العام للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، وبالتأكيد يحكي لك على كلفة الماء اللي هي يعني أكبر من السعر اللي يتباع به. المشكلة مش فين الحكومة تحب تقنعنا بأنه النقل ولا الماء ولا كذا يحتاج لزيادة معينة، ولا الحليب ولا السكر، مش هذا المشكلة. المشكلة أنه أولا تمت زيادتها دي بتزامن في ظرف اجتماعي صعب. معناها في ظرف تاع كورونا وفي ظرف متاع البلاد محتقنة، وأيضا الحكومة لم ترفق هذه القرارات بالشرح الكافي ولا برؤه. البعض يقولون هذا بداية التخلي عن الدعم، الآخر يقول هذا معناها سياسة ليبرالية متوحشة. احنا لمنا الحكومة هذا الأمر، الحكومة عليها أن تشرح، عندها مبرراتها، والحكومة عليها أن تسرع بقرارات دعم. احنا عندنا 3 أيام من اللي صدقنا على قرض من البنك الدولي مخصص لتوجيه مساعدات مالية للعائلات المعوزة وللشركات وللأشخاص المتضررين من كوفيد-19. الحكومة بصراحة نقصها هذا 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 الجهد في شرح الأمور، ولذلك تمشي نتيجة الإشاعات. لكن احنا بصفة عامة معناها معارضتكم انتم مش لغلاء الأسعار، معارضتكم لتزامن ارتفاع أسعار هذه المواد في نفس الفترة. احنا هاوشون احنا في حركة النهضة ندخلوا بأنه الآليات الطبيعية للحكم تقتضي ربما بعض زيادات في الأسعار كما تقتضي مفاوضات في الزيادات في الأجور، وإحنا نعرف مسار هذا الأمر بعد الثورة. لكن اللي وإحنا مع حماية القدرة الشرائية للمواطن ومع الدفاع عن الطبقات خاصة المتوسطة واللي قاعدة تتفقر والمفقرة أكثر وكذا، ولكن أيضا نتفاهم أنه كعادي رأوا معناها نقصد، مش الغريب أنه تم زيادة، الغريب أنه تم زيادات ربما بهذا الحجم بهذا التزامن. ونحب حكومة مش 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 معناها فقط زيد في الأسعار، نحبوها تفصح على رؤيتها الإصلاحية، على الخطوط العريضة اللي قدمتها للفمي، على رؤيتها للنهوض بالاقتصاد التونسي، على رؤيتها للخروج من دوامة التدين هذه اللي معناها ولا مخيف. يعني نريد للحكومة أن تقنع بسياساتها ونجمخ مع وراه. فما أكثر من دولة تخليت على الدعم، وإحنا ما نعتبروش هذا أهم مشكل ربما في تونس هو التخلي على الدعم، عنا أولويات أخرى ربما كثيرة. نحب حكومتنا اللي إحنا نساندوها تكون أولا في تشاور مع الحزام الداعم لها على الأقل، تكون في تشاور مع المنظمات الاجتماعية والناس اللي معناها معنية بهذا الأمر، مع اللجنة المالية في البرلمان، وتكون أوضح للتوانسة حتى تمضي في هذا الأمر. ولذلك ربما يقع نقول احنا محاولات تدارك من الحكومة في شرح سياساتها في المرحلة القادمة. بعد ما قعدتهم مع وزير المالية شنو خلصوا والموظفين شنو خلصوا في شهر جويلية وشهر أوت؟ أنا حسب ما أنا عضو في لجنة المالية بالبرلمان، وألتقي السيد وزير الاقتصاد والمالية باستمرار، ولم أشعر بأي مخاوف ساعة على مشكلة هذه الشهرية. وهذه كلام قاعد يتقال لنا ربما 6 سنين تلانين، نسمع بعض حتى أدعياء الخبراء في الاقتصاد وغيرهم يخوفون بهذا الأمر. احنا مشكلتنا الكبيرة الآن هي ساعة في الدفعات العالية شوية لاستحقاقات القرض 1,000 مليون الخارجية. والسيد وزير الاقتصاد يقول المشكلة معناها احنا ما نحب مش عاجزين باش ندفعوا، وإنما ما نحبوش دفع القروض متاعنا يكون على حساب مثلا استيراد أشياء مهمة لتونس، ولا على حساب شهريات، ولا على حساب ربما مفاوضات لتحسين عيش الناس. نحب الأمور تمشي بنوع من التوازن. وهك علاش ثم تخوف، وهك علاش ثم تخوف مشاري، معناها مع عدم قدرتنا ولا تخصيص الفلوس اللي عندنا لخلاص الديون في جويلية وأوت ربما يأثر ذلك على الشاري. وهك علاش هم ربما بعض الخبراء الاقتصاديين يقول لك أنه التزاماتنا الدولية إذا كان حافظنا عليها رانا ربما قد نمسوا من الشاري تقريبا. إلى حد هذا الآن على الأقل وليأكد السيد وزير المالية وأقنع فيه في الحقيقة أنه إلى حد الآن الميزانية المقررة لسنة 2021 في 6 شهور الأولى
اللي احنا الان سنقفلها مشيت بشكل عادي في مواردها وفي مصارفها. وفما والست شهور الثانيين نقصين 18000 مليار. لا مش 18000 واقع نقصوا، ولكن هذين نعرفوه من لون، وهو الان يسير معنا باتجاه حل هالمشكلات هذه. لكن سي عامر ديما قلت لك معناها قلناها المره اخرى، متى يبلغ البنيان كماله؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. يعني هو يجري باش يلقى موارد، والاخر يقول له إعادة جدولة، مرة يقولوا التسول، مرة يقولوا معناها تونس لا تحتاج، مرة يقولوا بلاد هذه ما يصحش فيها الاستثمار لأنها فيها جراد من الفساد. هذا هو اسمعني بوضوح نقول هذه على مسؤوليتي للتونس كل. السيد وزير الاقتصاد كيما السيد رئيس الحكومة كيما الأحزاب السياسية تعرف بأنه تراجع الترقيم السيادي لتونس جزء منه لأسباب سياسية، وتعرف للآن ثم جهات كثيرة عاطية ضمانات لتونس ومستعدة تعطيها ضمانات، لكن بشرط كما قال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان في الندوة اللي حكيت عليها أنت تكون كلمتهم واحدة. نعم. يحبوا يشوفوا رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية والمنظمات الاجتماعية والأحزاب الكل متحسة لحاجيات تونس الاقتصادية وبصوت واحد تمشي في هذا الاتجاه. خلي لك في 30 ثانية تقريبا سي محمد كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أنا مرة أخرى أترحم على ابني في الحقيقة والعزيز مالك الصغيري، أنا مالك الصغيري اللي حزينة فعلا تونس لفقدانه في وضعية نجم نقوله هذا معناها حسب الرواية الأولية أنه كان ينقذ في صديق له، وهذا عاش حياته كاملة في الحقيقة مسخرة لخدمة الآخرين، وربما مع حزننا الكبير على فراقه نقول خاتمته بأن يكون في خدمة غيره وساعي حتى للتضحية بنفسه. هذا شرف ليه ولعائلته، ربي يرحمه، ربي يرحمه، يصبر عائلته، وأيضا كل التضامن بالطبع مع الناس اللي تمسوا في سيد حسين، وهذه المنطقة الشعبية كما بقية المناطق تحتاج إلى وقفة ولفتة. ما نحبوش الكلام الخشب العادي، ولكن لن تمر حديث السيد حسين يعني يقول احنا مرورا عابرا، وسنعمل كل ما في وسعنا لكشف الحقيقة ولوقف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولية. بالطبع تحمل المسؤولية، وهذا أكيد، والإفلاك شكرا لك، يشجع على هذه الأمور. نعم، شكرا لك عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة الأستاذ محمد الجوميني، شكرا لكم على حسن المتابعة. نتقابل غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت، لذلك الحين أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.